اوكي كده جاهز، ممكن تمسك الجهاز كده. طيب مره ثانيه نرحب بكم جميعا. زي ما قلتلكم اسمي نور عبد الرحمن احمد ابو علا، فانا اتخرجت من الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والندوة البحري في اسكندريه، وكمهندس حاسب الي، وبعدين عملت شيفت شويه، عملت الماجستير والدكتوراه في كوريا الجنوبيه في مجال الكمبيوتر ساينس، وفي تخصص الداتا، الداتا مايننج، تدقيق البيانات والانفورميشن سكيورتي، الامن المعلومات. اشتغلت استاذ جامعي في جامعه الزعيم الاسعدي، في جامعه السودان علوم التكنولوجيا، في جامعه النيلين، في جاردن سيتي واكاديميه المصارف. واشتغلت استاذ جامعي في جامعه الملك فيصل في السعوديه، واسست قسم تقانه المعلومات في كليه التاسيس الجامعي، اللي هي كليه وسيطه ما بين التعليم العالي والثانويه، اللي هو بتدي الفاونديشن وبتأهلك وتضمن لك مقعد ل 16 جامعة بريطانية في تحالف اسمه تحالف NCUK، اللي هو تحالف جامعات شمال المملكة المتحدة. الحاجة اللي دار أوضحها أنا برضو عشان إنه نوري إنه في مجموعات كثيرة مهتمة بالتعليم والبحث العلمي في السودان، يعني مجموعة بتاعت الباحثين السودانيين ليست هي الوحيدة، إنما الأكبر، هي أكبر مجموعة كل الناس موجودين فيها، وفيها يعني إكسبرتيز ضخمة جدا جدا. نحن نقدر أعداد الناس اللي عندهم دكتوراه في المجموعة بتاعتنا قرابة 2000 شخص، فبالتالي في إكسبرينس، في إكسبرتيز كبير جدا موجود داخل المجموعة دي. نحن نتمنى إنه الناس يعني يستفيدوا منه. فبتشوف مثلا في التعليم الإلكتروني عبر اليوتيوب، في الجمعية السودانية المعرفة، في مبادرة ورش العمل التقنية المجانية، جمعية الباحثات السودانيات، سودان نولج، جمعية الباحثين الشباب، الجمعية الهندسية السودانية، الفرع بتاع IEEE في السودان، ملتقى المتفوقين السودانيين، ده بيضم 100 الأوائل كل سنة من الشهادة السودانية عندهم ملتقى. في حاجة اسمها Institute of Tomorrow معهد الغد، مبادرة الكورسات المخفضة، المنظمة العالمية للتنمية والاستدامة اللي هي دي لها علاقة بسودان نولج، منظمة مجددون، مبادرة تتعلم برانا، المنظمة السودانية للتعليم، مركز داود البحثي، المبادرة السودانية للتدريب المفتوح، المجموعة البحثية في جامعة أفريقيا العالمية، مجموعة تعليم بلا حدود، مبادرة خطوة، ورشة صناعة المبرمجين، المنظمة السودانية للتعليم. دي كل المجموعات كمان موجودة وأوبريتنج لسن في اللحظة اللي بنتكلم فيها دي، عندهم صفحات في الفيسبوك. ونحن برضه بنحث الناس إنهم يا إخواننا اللي لقيتوا أي مجال من المجالات أنتوا بيكون عندكم فيها انترست، جوين ذم، يعني ساعد معهم. تمام؟ الباحثين السودانيين الشعار بتاعه، شايفين الحاجة الصفراء هنا دي؟ ده الشعار بتاعنا اللي هو بيرمز لصقر الجديان، اللي هو السكرتري بيرت. صقر الجديان ده أخوانا طبعا معروف بالتمرد بتاعه، معروف بالكيوريوسيتي بتاعته، يعني هو معروف بانه يعني بيلتحم على اساس انه يشوف عوالم ثانيه وكده. فالقيم اللي بتمثل للباحثين السودانيين اللي هي النزاهه والحريه والجوده والفضول والابتكار. المجموعه اسستها بشخصين ضعيف في 2009، يعني الليله عمرها 9 سنوات، لكن في مؤسسين يعني مشاركين في الموضوع ده، اذكر منهم اخونا ابراهيم موسى، خالد الشفيع، وهشام الطيب موسى. وكان الكلام ده في 2009 كنا اقل من 40 نفر. والاهداف بتاعتنا اليوم ده ان نشيل فهرس الباحثين السودانيين، بحيث انه يكون كله سوداني باحث والبحوث بتاعته كلها موجوده في دايركتري واحد، عشان نقدر نجاوب على السؤال المهم جدا: ما هي اسهامات السودانيين الاكاديميه والباحثيه؟ احنا اثنين المعرفه الانسانيه دي شنو؟ هل احنا عبء على العالم ولا احنا اضفنا للعالم؟ فالسؤال ده بنحاول نجاوبه. عندنا برضو تمكين المقدرات العلمية للباحثين السودانيين، لأن أي واحد يكون عنده مقدرة أكثر على إنه يطلع بحوث ذات جودة. بنحاول نشجع الناس كلها يعني إنهم ياخذوا الكريتيكال ثينكينج مايند سيت، يعني يكون عندهم فرصة بتاعة يستفيدوا من البحوث. المشاركة برضو ما بين الناس، إحنا عندنا ضعف في التعاون فيما بيننا، فبنحاول نحل القصه دي. ثاني حاجه المشاركه تحت الاوراق العلميه، في ناس بيكون عندهم اكسس لاوراق علميه، الباقيين ما بيكون عندهم الاكسس ده. المناقشات العلميه النزيهه، وعلى اساس انه والله لستو ساينس، بنحاول نوفر منبر علمي لدعم اللي هو التقييم بتاع المدراء اللي هو البير ريفيو
ودعم للانشطه بتاعتنا والى اخره. عندنا اكثر من 412 الف شخص اعضاء في مجموعه الباحثين السودانيين حاليا في اللحظه اللي بنتكلم فيها نحن دي، والجروس بتاعنا ماشي بصوره كبيره جدا. كيف نحن بنعمل الحاجات بتاعتنا بنحقق الحاجات بتاعتنا دي؟ كيف؟ عندنا سيمينارات، السيمينارات دي بندعو فيها اي زول يتخرج من البكالوريوس من الماجستير من الدكتوراه انه يشارك بالبحث بتاعه اللي تخرج بيه. فهسه كان عندنا مثلا نشاط في معهد الدوحه للدراسات العليا لكل الطلاب اللي تخرج من الماجستير السنه دي وقدموا منهم البحوث بتاعتهم. كل الكلام ده يمشي الاركان بتاعنا في اليوتيوب. حاليا احنا عندنا ما يعادل 3 سنوات من المشاهدة المباشرة. عندنا 150 فيديو، ال 150 فيديو ديل فيهم محاضرات كونتنت كله بحثي وعلمي قدموه سودانيين ولا ناس ثانيين ساهموا مع الباحثين السودانيين. احنا بكل فخر استضفنا 2 نوبل لوريتس، 2 حائزين على جائزة نوبل قدموا معنا بحوث، واحد ماخذ جائزة نوبل في الطب والثاني ماخذ جائزة نوبل في الكيمستري. تمام؟ عندنا الكتاب الإرشادي، الكتاب الإرشادي ده كتاب عبارة عن مقالات أكاديمية مختلفة فيها كيف تختار التخصص الجامعي بتاعك، فيها الفترة بتاعت الجامعة، فيها اختيار الدراسات العليا، هل تقدر تواصل الدراسات العليا ولا تمشي في الاتجاه المهني، وفيها ما بعد الدراسات العليا، يعني كيف تختار، هل تقدر تمشي في الاتجاه الأكاديمي البحثي ولا تمشي في 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 حاجة ثانية. عندنا مجموعات تحت المناقشات، عندنا المؤتمر السنوي بتاعنا عملناه في ديسمبر الماضي بالتعاون مع جامعة النيلين وقدموا فيه، كان الشعار بتاعه الاستدامة بالبحوث الهندسية، كل الناس اللي قدموا فيه قدموا حول السستينابيلتي في الانجينيرنج ريسيرش. عندنا برنامج مهم جدا مفقود في الجامعات السودانية بصورة عامة فيه ضعف، اللي هو برنامج الإرشاد. الإرشاد الأكاديمي دي من الحاجات المهمة جدا جدا، دي هل ممكن الواحد لو راح في أثناء الجامعة بتلقى يمكن المرشد الأكاديمي بتاعك يوجهك يوديك، يعني كل الحاجات ممكن تحصل في فكرة الجامعة للناس، الناس ممكن تكون فرستريت مش كده؟ ممكن الواحد فيهم يعني يزهق، ممكن يحصل لك أي ظرف بتاع تروما، ممكن يولي أمر إلى آخره إلى آخره. فكيف الزول يسوقك رجعك ثاني للجادة؟ البرنامج بتاع الرسالة بتاعنا أونلاين شغال وقايمين عليه ناس يعني مؤهلين جدا جدا، البروفيسور سعاد صادق بدري والدكتورة لينا كرار والدكتور حسن حمدون وباقي الشباب المتطوعين. عندنا مجموعات متخصصه في مجالات مختلفه، يعني مجموعات مثلا مجموعه بتاع مهندسين، عندنا مجموعه بتاع علماء دماغ واعصاب، عندنا مجموعه بتاع انترنت الاشياء، عندنا مجموعه بتاع ماشين ليرنينج بتاع ارتفيشال انتليجنس، مجالات مختلفه. عندنا مجموعه برضه بتاع ساينس كوميونيكيشن، بنحاول برضه انه نبسط العلوم و نخليها شكلها مفهوم للناس عبر المقالات. وعندنا عضو ومسلم برضو كان الدكتور هشام يوسف حسن، الناس اللي بتكتب مقالات ممتازه جدا في المواضيع دي. عندنا ورش عمل وانشطه اكاديميه بتدرب فيها الاعضاء. عندنا شراكات مع مؤسسات مختلفه، واحده من الشراكات المهمه عندنا اللي هم مع مؤسسه بحثيه فيها يمكن 5 أو 6 اعضاء حايزين على جائزه نوبل، دول هم اللي منهم 2 جو قدموا عندنا في السيمينارات بتاعتنا. بنحاول نترجم البحوث المهمه وبنحاول نعمل نتوركينج، يعني الناس اللي قاعدين كده كلهم بيتعاملوا لي في لحظات بنطلب من الناس انهم يعاينوا في بعض ويبدوا يتكلموا مع بعض، لانه غالبا الاكسبيرينس الموجوده عندك والموجوده عندي كلها المفروض احنا لو شاركناها بيكون حققنا الهدف بتاعنا في المؤسسه. ياخد التاريخ بتاعي من 2009 بدينا بالجروب بتاع فيسبوك 2013، بدينا اول ورشه بتاع العمل موجوده حاليا في اليوتيوب فيها 14 محاضره انك كيف تكتب بحث علمي وتنشره. 2017 الاعضاء بلغوا زي 288,000. الجروث بتاعنا ماشي ب 900%. المستقبل بتاع المؤسسه، يعني احنا انتقلنا من مبادره بدات الباحثين السودانيين لمؤسسه الباحثين السودانيين. المؤسسه دي مستقبلها شكله شنو؟ حددوا الشباب دي الليله الجايه اللي عارفوا التخصص الجامعي مش كده؟ فنحن وي اسك يو تو انجيج، يعني خش وحدد المستقبل، استشرف المستقبل بتاع
في بيت برضو دي أهم المشاريع بتاعتنا. تمام، دي كان نشاط بتاع سمر. السمر عملته الدكتورة أميمة حاجة عبد المطلب، وهي عضو في المكتب التنفيذي بتاع المهندسين الكنديين. ده الدليل الإنشائي عمله الأخ خالد عثمان الفيل. الدليل الإنشائي فيه مقالات زي ما قلنا مختلفة. ده الموقع بتاع المؤسسة s-rf.org. الموقع ده بنحاول نجاوب فيه ونحن على السؤال بتاع ما هو الإسهام البحثي بتاع السودانيين. فبالتالي أنت لما تيجي داخل كعضو بتوري البابليكيشن بتاعتك، كل الـ الأوراق العلمية والكتب بتاعتك اللي عملتها. فبالتالي بيكون في مكتبة، بتشوف أنت مكتبة كده بتاع بحوث عملاء سودانيين من حتات مختلفة. وبرضه بيحث الناس على إنهم يطرحوا الأسئلة، لأنه الأسئلة هي المحرك الأساسي لتقدم العلوم، مش كده؟ التفاحة دي وقعت تحت ليه؟ ما وقعت لفوق، صح؟ كل الجرافيتي والفيزيك كل الكلام دي من سؤال زي ده. فالأسئلة البروفاوند هي اللي بتأثر بتقدم العلم للمجتمع. فين أنت تشوف الشكل بتاع إنه حياته ممكن؟ ده اسمه العضو ومتخصص في شنو؟ وهنا دي اللينك بتاعه للبروفايل بتاعه. ده استغفر الله العظيم، ده اللي هو الناس اللي قدموا مساهمات متميزه ممكن ترشحهم للجائزه. عندنا حته اسمها لومنريز، فدي بيخد فيها السودانيين المميزين اكاديميا وباحثين عربيا. ده المؤتمر السنوي بتاعنا. عندنا دليل بنعمل فيه لسه ما انتهيتش من دليل منها دراسيه، اساس انك انت كطالب سوداني سواء امتحنت من السودان ولا خارج السودان تعال نزل تتوحل لادمنه. في منح بتكون بناء على الدول الناميه، في منح بتكون سب صحارى افريقيا، في دول بتكون في منح بتكون بناء على انك انت فيميل، في منح بتكون الى اخره. فالمنح انت يا منح ممكن تكون مؤهله بنحاول نوضحها للناس بصوره بسيطه. ثاني حاجه المراكز بتاع التدريب بنحاول نتعاون معها، لانه مثلا زي السيمينار ده اللي بنعمل فيه ده في السودان لما نعمله في الغالب هنعمله في مركز بتاع بحث ولا في جامعه ولا في مركز بتاع تدريب. ومراكز التدريب عندنا معاه اكتف كولابريشن طوال يعني. دي نماذج للمحاضرات ورشات، كله رابط هنا، كله سطر في دين عباره عن فيديو محاضره كامله موجوده على اليوتيوب، ممكن الناس ترجع لها وتشوفها في بصوره يعني. مثلا هنا في المحاضرات المميزه مثلا جدول اقتصاديه البحث العلمي اللي قدمها الباحث الاخ عبد الله خاطر، هو من الناس المؤسسين بتوع المجموعه. في محاضره هنا مثلا How to get into the Harvard Kennedy School of Governance، لو عايز تمشي دي محاضره هناك. في محاضرات من هنا مثلا من حصلت هنا ده اللي هو ورشه النجاح في الدراسات العليا وكيف تكتب مقترح الدكتوراه. ويفضل النظام الامريكي اللي قدمه لك بروفيسور نمر البشير من جامعه تكساس اي ان ام. في دورة كاملة عن فن كتابة الأوراق العلمية قبل النشر، ده بروفيسور عبد الباسط مريود من جامعة جدة. في دورة صحافة الإنترنت قدمها الأخ عثمان كباشي هنا في الجزيرة نت. في مهارة التحرير على الويكيبيديا، دي قدمها لنا سفير الويكيبيديا في الهند ونائب رئيس الويكيبيديا في نيويورك. في دورة تطبيقية عن برامج تستخدم في البحث العلمي، كل البرامج اللي ممكن تساعدك في الريفرنسينج وفي البلاجيريزم وإلى آخره. دي القناة بتاعت اليوتيوب بتاعتنا سودانيز ريسيرشرز انيشيتيف، ممكن الناس تمشي تشوفها الفاونديشن. دي المجموعات الوليدة بتاعتنا. عندنا مجموعة بتاعت مساعدة الناس للتجهيز لامتحانات اللغة المؤهلة للمنح الدراسية، يعني الريكوايرمنتس بتاعت المنح منها يقول لك دايرين مثلا السكور بتاع ايلتس ولا التويفل ولا الجي مات ولا سات ولا الى اخره. فالمجموعة دي بتقوم على المهندسة سارة سيد أحمد. سارة سيد أحمد دي أحرزت الدرجة الكاملة في الآيلتس، جابت 9، وهي مهندسة بتاع سستينابيليتي موجودة في كندا. فهي بتدي الناس سيشنز بتحضروا للامتحان لما يكونوا ماشيين. دي المجموعة بتاعت الناس اللي ممكن تمشي تخش يتلقى فيها اللغة الإنجليزية. عندنا مجموعة ثانية للدعم الأساسي بتاع اللغة الإنجليزية، لأنه في الغالب الضعف بتاعهم الطلاب بتوعنا في السودان في اللغة الإنجليزية جاي من ضعف الأساتذة والتأهيل بتاعهم. فاحنا لازم ندعم الاساتذة نفسهم، بالتالي بنحارب الروت كوز بتاع البروبلم. المشكلة دي مش في الاستاذ، خلينا وبتشرف على المجموعة دي دكتورة الهام عز الدين، وهي ماخدة الدكتورة بتاعتها في لانجوج اكوزيشن جامعة سان جيمس في نيويورك قاعدة في امريكا. ده الموضوع بتاع الارشاد الاكاديمي والبحثي. دي مجموعات مختلفة بتاعت منح، لو تقدر تاخد منحة امريكية فول رايت في مجموعة
تاخذ المنحة التركية، الإيطالية، الكورية، اليابانية، أي واحدة من ذلك. وبعدين هسي بنقول للطلاب اللي بتحمل شهادة هسي ذلك، أنتوا مؤهلين لمنح بتاع البكالوريوس عادية في الصين، في تركيا، في كوريا. شوفوا الكلام ده، خشوا جواه واكسبلور، شوف الاوبشنز بتاعتك. يعني انت المجال اللي عايز تاخده ذاته ممكن تاخده بالسودان، ممكن تاخده بقطر، ممكن تاخده بكوريا، ممكن تاخده بتركيا. فدايفرسيفاي يور اكسبيرينس، يعني ادي نفسك فرصه بتاعت انك تشوف لك حاجات مختلفه. يعني الجوي بتاع الفكره بتاعت الجامعه دي ممكن تعيشه في حتات مختلفه. في المجموعه بتاعت الطلاب السودانيين في الهند، في منحه الجامعات السعوديه، منحه مانديلا للقاده الافارقه، وفي مجموعه طلاب الموجودين في الصين، ودي مجموعه المنح بتاعت تشيفلينج البريطانيه، دراسه في كندا، مجموعه المنح الايطاليه. وانا كل مجموعه بقول لكم هنا ده بيكون فيها اقل شيء اقل مجموعه دي. في المجموعات دي بتكون فيها 3-4000 نفر، وفي مجموعات بتكون فيها 30000 نفر، المجموعه الكبيره بتاعتنا فيها 412000 نفر. يعني دي اعداد كبيره. فغالبا الاسئله اللي ممكن تكون دايره في راسك most likely انك تجاوب. انت بس ما عليك الا تخش وتعمل سيرش وتشوف منو كتب الموضوع ده، ترسل له تقول له انا والله عندي انترست الموضوع ده وبتاع، وريني كده. تمام؟ عندنا مجموعه بتاعت استدامه وانوفيشن، دي مجموعه برضه من المجموعات المهمه جدا، بيشتغل عليها محمد عطا، هو طالب بتاع دكتوراه في مجال الطاقه البديله في كليه جامعه حمد في قطر فاونديشن هنا ده. في المجموعة بتاعت الداتا مايننج والبيج داتا والانترنت اوف ثينجز، والمجموعة دي مجموعة بتاعت نشر، يعني أي عضو فيها بيتوقع إن احنا هنساعده، هنديك كل الريسورسز المطلوبة على أساس إنك تنشر ورقة علمية على الأقل خلال سنة من تاريخ الالتحاق. في المجموعة بتاعت Artificial Intelligence دي بيشرف عليها أخونا محمد الشهادة، وأنتم عارفين إنه ده المستقبل يعني. Artificial Intelligence، السيلف درايفنج كارز والمعرفة والسمارت والحياة زي دي. دي مجموعة الفيوتشر انجينيرز، اي زول عنده سؤال بتاع هندسه والى اخره. في مجموعات برضه للناس اللي تخرجت من الجامعه ودايره تمشي تاخذها فكره بتاع الترتيب بتاع التدريب. فالانترنشيب ده تلقاه وين؟ دايرك تمشي تعمل الخدمه الالزاميه في الحته دي. وعندنا مجموعه بتاع الخدمه الالزاميه برضه، دي برضه من المجموعات الناس ممكن تشوفها. في مجموعه الدراسات البحريه، في مجموعه النانو تكنولوجي. كل المجموعات دي اخواننا فيها يا دكاتره يا بروفيسورات يا بتاع قاعدين. واي سؤال لما تيجي ترمي تشوف في بوست كده في البدايه اخذته يوريك المجموعه دي فيها شنو والتفاصيل بتاعتها، ولو عندك سؤال تسال منه، لكن قبل ما تسال عليك الله اقرا. فكل المجموعات دي فيها حاجات مهمه. عندنا مجموعه الستاتيشنز، دراسات الاحصاء، نظم المعلومات الجغرافيه والاستشعار عن بعد، ودي مجموعه الدراسات الانسانيه اللي هم اسسوها الشباب دي الناس من حدها الدراسات العليا. تمام؟ دي السيمينارات، دي البعض ليس كل، دي البعض المشرفين بتوع مجموعة الباحثين السودانيين، في ناس كانوا فيه ومشوا، في ناس مواصلين لحد هسه. مثلا الزرق تيشيرت مخطط ده هو الدكتور أحمد عبرة، أحمد عبرة ده باحث في جامعة ستانفورد في بريطانيا في أمريكا، وهو عمل بحث بيقولوا عليه الالترا اتومز في الكوانتم كومبيوتنج. البحث بتاعه ده كان هو اول زول بيعمل فيه على مستوى العالم، يعني الفريق البحثي، وكان بيعمل فيديوهات لايف يوري الناس الاكسبيرمنت بتاعته بيبني فيها في داخل اللاب بتاعه في ستانفورد. فزول مميز جدا. هنا عندنا بيقول على سيده الكل اللي هي بروفيسور سعاد صادق بدري، متخصص قاعد في كندا متخصص في الطاقة البديلة. كل الناس الموجودين المشرفين دي اقل زول فيهم عنده ماجستير واوراق علميه منشوره، اقل زول في الناس، فبالتالي هم بيحاولوا يوفروا الخبره بتاعتهم لباقي الناس كلهم. يعني الناس قاعدين في اليابان، يوسف ده قاعد في اليابان، هشام ده في نيوزيلندا، ده اول سوداني تشرق عليه الشمس، هشام يوسف حسن ده في البحرين، احمد عبد المنعم ده، خالد الفيل في السعوديه، رشا في المانيا، ساره في السودان، حسن في عمان، خالد في كوريا الجنوبيه، قاسم في السودان، حسن في ادنبرا. يعني ناس مختلفين من كندا من امريكا، الديفرنت تايم زونز دي كلها وما بينهما. كان حاجه عندنا شراكات طبعا مع مؤسسات ثانيه، مثلا ده كان شراكه مع سودان نولج في
ندوة عن مستقبل التعليم العالي في السودان شكله كيف؟ الكلام ده كان الشهر الفات ولا في الشهر ده يوليو جاء بداية الشهر. ودي شراكات برضو مع جامعات وحدات مختلفة. ده القول بتاعنا تاني بنكرره انه قلنا المستقبل بتاع السودانيز السياسي بيعتمد على اعضاء. فنحن دائرين الاعضاء انه بنجيج اكتفلي على اساس انه يحددوا مستقبله يكون شكله كيف. واللهم راعي القصد يعني انه ما شاء الله من عباد العلماء. لو في اي سؤال ولا حاجه بخصوص الباحثين السودانيين التقديم الحاجات دي كلها موجوده. البرزنتيشن ده نفسه ممكن نوفره بعد ما ننتهي من السيشن بتاعنا. فشكرا جزيلا لكم للاستماع للجزء الاول من النشاط بتاعنا ده بتاع التخصص الجامعي. هسه هنقوم نسال الناس دول يقوم يعرف نفسه بذات السينيورز. بالنسبة للجونيورز الطلاب داير يخشوا الجامعة يورونا هم داير يخشوا التخصص. الحاجة اللي حتكون شنو؟ عبارة عن حاجة كل الناس هاي بيتناقش فيها لأنه احنا هنا ده دايرين نتعلم من الناس بنفس القدر دايرين نتشارك يعني مع الناس. شكرا جزيلا لكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عبد الرحمن يوسف. الشهر أول اللي ذكر داخلية. أنا ذاك الدكتور في القانون يعني كل واحد يسعى ما شاء الله ما شاء الله. بس هو يعني قديم في بلدي. بس طبعا الناس إحنا جينا من هناك على حسب الإعلان اللي قلناه طلع له من خلال الجروبات. عندي الود طبعا ماشي في صف 11 وماشي 12 على السنة الجاية تحت الجامعة. وانا عندنا اشكاليه في اختيار التخصصات بالنسبه للجامعه بالذات. في ناس مش حسب عنده رغبه مثلا معينه, وفي ناس مثلا يقول لك والله يا اخي رغبتي مثلا ما حدمش في سوق العمل. وانا عندنا اشكاليه في الاختيار زاد. انا عندي واحد عندي ودي على نفسي امتحن يعني كان ودينا على حسب يعني مكان ما رغبته دخل المجال يمكن قاعد تضيع سنه ونص في الجامعه وما نجح في النهايه اضطر يغير التخصص بتاعه حسب رغبته ونجح بعد ذلك. نعم احنا سجلنا هذا بالاساس دايما نعرف يعني انت التقديم كيف اختار التخصصات للطلبه المتحدين يعني السنه دي والسنه الجايه تمام تمام شوف طريقه مثلا حسب مثلا سوق العمل حسب مثلا طريقه تقديمه في مجال معين. نعم شوف لنا حسب الناس اللي عندهم خبره المجال بالذات يعني شنو اكثر. تمام نعرف من خلال مثلا الجروبات ولا في حد بيوضح لنا الصوره دي جدا. ما نرجع في خطا قبل كده بنعرف فيها جدا. انت بتفتكر انك وقعت في الخطا؟ وقعت في خطا انا وترجع عندي هسه ولا دي يعني هو ما كان رغبته. احنا قلنا ادينا مجال معين قدم على السياسي في بقرب طول بصوره مشى يعني اختاروا هندسه حسب قلنا سوى العمل مجاله مفتوح هندسه الكترونيه وكذا. بس واجهت مشكله هناك في الجامعه لانه مثلا في ماده معينه مثلا ما كان مدرس فيها كان قاعد سنه ونص كامله ضيع. تعرف في النهايه لما غير تخصصه يعني بيوفق مشى كويس غير من هندسه غير لانه عنده رغبه ثانيه رغبه في هندسه معماريه انا راجل عنده هوايه بتاع انا كان رغبته مش رغبته نجح وبرز كمان. والرغبه الاولى كانت بتاعت منه؟ كان رغبتنا احنا. اوكي. طلعنا على حسب سوق العمل زي ما بيقولوا انتوا المحامين اي ريس ماي كيس. بالظبط كده. احنا قلنا هي الرغبه مهمه يعني احنا في ناس يمكن ناسي انا مثلا مجالنا كلهم ما عندهم رغبه فيه. قانون. ايوه يعني ممكن هي رغبه قرايته كثير وكده يعني. وعشان كده احنا قلنا ده نعرف المجال المفروض احنا نشيله ويكون ناجح فيه عشان ما نقع في خطا. تمام ممتاز جدا شكرا جزيلا لك يا دكتور. تفضل تفضل. محمد ابراهيم عبد الرحمن. طبعا انا قاعد ادرس في مصعب العمير. طبعا انا عندي رغبه في تخصص الطب بس المشكله عندي في الماده يعني. طبعا انت عايز تقرا طب؟ عندي مشكله في الماده. انت مخصوص حظ شديد خالص. بس المشكله في الماده انا بعمل زوجة دكتور. ها عندك مشكله في الماده الاساسيه الطب زي الاحياء. اوكي في مشكله. فالمشكله هي اصلا من الدروس حقتها والاستاذ نفسه. تعال تفضل تفضل قدام. لا لا ما حيصور. لا مشكله ما عليك ما عليك ما حيصور ما عليك. اي انا عشان كده اديتك عشان لا ما عليك ما عليك ما عليك خلاص. انت عندك مشكله في الدروس حقتها والاستاذ نفسه يعني هو حسب الشرح حقه ما بيعرف يشرح كويس. اوكي لما ما يشرح انا بتراكم عليه مشكله في الاحياء بالذات. تمام لكن طبعا الباقي هو كويس. انت عايز تقرا طب؟ عايز اقرا طب. مشكلتك الاحياء. الاحياء. اوكي. دكتور دكتور عبد الرحمن ابو زبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام عبد الرحمن حسن.
عادل أبو سليم، أنا طبيب في مستشفى حمد استشاري الجراح. الموضوع حقيقة موضوع مهم، ويعني أنا عندي الشباب غير برضو، لكن أنا يعني أو بنواجه نفس الموضوع اللي أنت بتواجهه، بس أنا بمشي بشوف رغبة الواحد شنو هو في المقام الأول وإمكانياته هو شنو، وهل هي يعني إمكانياته بتسمح له إنه يمشي في هذا المجال ولا. لكن ما يعني ما بفرض شيء معين على حسب سوء العمل، ولا بفرض هو ممكن يعني يبرز في المجال ده في شيء، لكن يعني ما زالت إنه الواحد يفرض عليه شيء لي على لا أعتقد إنها ما بتكون شيء عملي. بالنسبة لإبن رغبتك في المقام الأول هي خدتها كهدف بالنسبة لك كتارجت، وما زالت إنه عندك مشكلة في الأحياء أبدا ما تخط أي مادة دي مشكلة. لو خطيت في بالك إنه دي مشكلة وأقنعت نفسك بإنه هي مشكلة هتكون فعلا مشكلة، ما في حاجة اسمها مشكلة، أي حاجة لها حل. فأنت تعرف المشكلة وين بالضبط وتحاول تحلها. إذا ما قدرت مثلا ما كان في الأستاذ كنت ما بشرح كويس، في بدايل ثانية الواحد ممكن يشوف ويمكن مش كنت فيها أطراف أخرى. أيوة أطراف أخرى. حلو أنها كان كويس في الصف العاشر، كان الأستاذ بيشرح كويس جد مرحلة الإداجر وحقيقة يعني ما بفهمه. التوافق مع أستاذ المادة مهم جدا طبعا، لكن ما في شيء صعب يعني. نعم، حب الأستاذ برضو مهم. أستاذ حب الأستاذ في الغالب التلاميذ ما الأستاذ عندهم حاجة نفسية معه ولا كده، وأعتقد إنه في البلد ما بضري بس ما بضري مش يعني. عندك هناك في السودان الشيء الثاني اللي أنا أتوقعه، سمعت إنه حيكون في تواصل عبر السكايب مع أيوة مسؤولين عن التقديم. نعم. لأنه حتى برضو إنه يقول لك أي طلبة درسوا في الاي جي يدفعوا بالعملة الصعبة مثلا حتى لو درست في السودان. الحكاية دي أنفير يعني، مهما كانت إذا أنفير حتى لو بغض النظر عن إنه الواحد مثلا شغال برا، ما ممكن في أي لحظة من اللحظات الواحد ممكن بيرجع. نعم. فما عارف يعني. إحنا كان عندنا لقاء لايف قبل يومين بالضبط مع أخونا. إذا كان فعلًا في مسؤولين كنا الناس عايزة تعرف منهم بالضبط يعني. ليه يعني؟ أبو عبيدة هو جاوب على الكمية بتاع الأسئلة، لكن حنتصل به بعد شوية. يا ريت تطرح عليه السؤال ده. لا جدًا هو متوفر يعني موجود. أبو عبيدة هو مساعد مدير القبول في وزارة التعليم العالي في السودان. فهو مستعد برضو لأي أسئلة. الليلة الصباح كان نزل له مقال وبينزل مقالات تباعا على أساس إنه دي المرحلة الناس اللي يكون عندهم كونفيوجن حول القبول والتسجيل في السودان. بعدين عايزين نعرف الشروط بالنسبة للشباب دي. أيوه أنا إحنا دايما نسمع من الشباب ده. تفضل. الشباب ما أعتقد إنهم ما عندهم. يلا قول. أنا محمد عبد الرحمن. أنا نية إنه أجا سوفت وير إنجينيرين إن شاء الله، بس عاوز كده مساعدة في موضوع التقديم وكده. نعم تمام. وأنت اخترت السوفت وير إنجينيرين بناء على شنو؟ والله أنا كان عندي كم أوبشن كده في راسي، وأنا أنا 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 في بالي إنجينيرين، وأنا في البداية كان بس يعني شوية غيرت كده مرة كنت بقى متكلم مرة. بس جاء علي سوفت وير انجينير لانه انا يعني سامعينه الورق؟ سامع؟ تعالوا صوتي عندي صوت. طيب انا قلت انه كان عندي يعني كنت بفكر كم مره كده على في الانجينيرنج، مره فكرت بايوميديكال، مره فكرت يعني الكترونيك وكده. جاء على بالي سوفت وير انجينيرنج لانه يعني هو طبعا له علاقه بالاي تي كمبيوتر. وطبعا يعني من زمان كده انا بس يعني بكون مع الكمبيوتر كده كتير شويه كده، ويعني شفت الفيديوهات، دخلت في اليوتيوب، شفت بعض ناس كده فلوجرز في اليوتيوب،
يصوروا روحهم كده في شغلهم في شغلهم بتاع السوفتوير انجينيرنج وسيمت انترستنج كده عجبني الوضع يعني. وطبعا هي في السوفتوير انجينيرنج دي يعني قويه بعدين كده في سوق العمل الاكسبكتيشن كده في حوالي 2000 وكم 20 كده it's gonna be strong يعني. كده جزء من مجالكم وطبعا هسه انا السؤال اللي بظهر لي ده شنو على اساس انه بنعمل فيريفيكيشن هل انت فعلا داير المجال ده بناء على الدرايه هل الاختيار بتاعك والقرار بتاعك ده كان انفورم ديسيجن هل انت عارف ما انت اللي لو قلت لك اقعد قدام كمبيوتر كثير فدارك عن الكمبيوتر بقول لك انت قاعد تركب العربيه كثير ليه ما تقدر عن الميكانيكا مثلا ما قاعد في بيتكم كثير ليه ما تقدر عن المعمار مش كده يعني لو انت عاوز تعمل اللي هو بيقول على الاسوسيشن باي بروكسيميتي بناء الله قريب للحاجه دي فالمفروض انه اقرا فتكون بتاخد في قرار خطا كبير جدا انت لازم تسيبلور يعني لازم تمشي وتشوف الحاجات في حتتها زاد وبعد ذاك تكون تقرر القرار بعدين لو انت قررت بسوق العمل في مثال بنضربه دايما انه هندسه البترول في الالفينات في السودان كانت بومي لاول مره كان الكليه بتاعت النفط فاتت الطب والهندسه الكهربائيه بقت الاولى كل الناس زي الهندسه بتاعت نفط الحصل شنو؟ انفصل الجنوب بقى ما في نفط المجال نزل بقى ما مرغوب يعني فهي يعني في ديماند وسبلاي في السوق السوق داير ياتو مجالات وبتاع فعلا اي والله السوفت وير انجينيرنج ممكن يكون هسه فيه ديماند وسبلاي لكن وات اباوت ذا فورس ذا سيريال ريفوليوشن يعني هسه في ثوره ثانيه جايه لقدام بتاعت انه الليبر ماركت سوق العمل كله هيقوم يعمل شنو؟ هيحصل له شيفت هيحصل له اوتوميزيشن يعني سواق بقى ما في سواق لان العربيه هتسوق نفسها براها مش كده؟ في كميه بتاع القرارات بتتاخذ بواسطه الالات بقت يعني والالات بقت سمارت للدرجه بتاعت انها they compete the human intelligence مش كده؟ بقت في الارتفيشال انتليجنس والى اخره فالحاجات دي كلها زول لما يجي ياخذ قرار لازم يكون كل الحاجات دي خطيها كده في باله يعني الناس بتمشي للتقرير بتاع الورد ايكونوميك فورم اللي هو منتدى الاقتصاد العالمي ومن هناك تعرف السوق بتاع العمل هيكون مشهد شكله كيف لانه مهم جدا جدا ان احنا مش نعاين للحظه اللي احنا قاعدين فيها دي حتى في الطب في الجراحه في الناس اللي بتستخدم اللي هو الريموت سيرجري مش كده الروبوتكس الناس بتكون قاعد يعني الدكتور بيكون قاعد في حته انت ما شايفه وزاف زي ما حصل الكلام ده في الميليتري في الحرب حاليا الحرب الزول اللي بياخد القرار بتاع الصاروخ ده وقاعد في حته ما عندها علاقه نهائيا بالحرب ذاتها الاكشن وبيجي في بس هو بس في الحته دي بالذات يعني في الحته بتاعت الجراحه مثلا اللي انت ضربته يعني انت ممكن تعمل اي روبوتك سيرجري لكن unless انك انت يو ماستر التراديشنال كونفشنال سيرجري يو نوت بروسيد ايوه اللي جابوا لك تعمل لانه كومبليكيشنز ممكن تحصل هذا اني تايم ان يو مينيت تو صحيح كومبليكيشنز في الالات والسيستمز الاوفر الكلاود بتاع ده دي الناس بيكونوا مهمين صح ات از ان ادفانسمنت يعني حاسب انت المفروض تتطور معاه صحيح فدي الحاجات دي كلها الناس المفروض تاخدها في الحياة. انت عايز تقرا شنو؟ حازم ده لسه شويه وراه بسنتين لكن عايز استفيد من اخطائه. ان شاء الله ما يكون في اخطاء كلها تكون يعني ليرنينج كيرف. عايز تقرا شنو انت؟ اللي تقرا؟ انا رايته افكر في علوم سياسيه. علوم سياسيه. انت زول هتحل لنا مشاكل كثيره. ده عايز يجيب لنا الهواء. اوكي. ممكن يرجع للصف الثاني هنا ده يكون حاتم الله يديك العافيه يا دكتور الله يخليك وانا واحد كان في يوم من الايام قاعد نفس القعده دي كده ومعه ابوه وامه هسي واحد قاعد كده ومعودته صراحه يمكن الاولاد هنا بعيدين شويه اوكي عن طريق الانترنت لكن بعيدين من الكوميونتي بتاع السودان وبعيدين من الكوميونتي بتاع الجروب الناس اللي بيشتغلوا في الجامعات او الطلبه اللي بيقروا في الجامعات فصراحة أنا عندي ولدي وأنا سفرت مخصوص اليوم في السودان يعني كل يوم فترة 10-15 يوم وامتحن الحمد لله ونجح وعاوز يدرس هندسة طيران رغبة بالنسبة له وفي البيت عنده في غرفته عبارة عن طيارة أنا محتار أغري وين
يعني اوكي انا عملت اكسبلور وشفتها وفي السودان ودائر هندسه الطيران في السودان هل الشهادات بصراحه احنا بعيدين جدا من السودان يمكن يعني فتره طويله هل الشهادات محترفه هل ما محترفه اودي اسيا على جهه اسيا الصين كوريا كذا اودي اوروبا كمان فيها محاذير وفيها حاجات فصراحه في كم يعني خيارات بقت زي كثير وما معروفه او معروفه وما كثيره انا عندي فكره يمكن لكل الشباب اللي انا قاعد اقعد معاهم يعني ولدي وصحبان وديل يقول لك والله يا اخي انا داير اقرا طب اوكي عاوز تقرا طب لكن وين احنا كسودانيين وين اوكي جايب درجه كويسه وممتازه يعني يمكن انا سالتك السؤال ده المره اللي فاتت هل اوديه مثلا يمشي يقرا في ماليزيا طيب في مقوله كده بتتغال انه والله يا اخي لا في السودان كل الشهادات تحت الجامعه من السودان احنا قاعدين هنا لنا كم سنه في النهايه وحيجي هنا انه ما معترف به هذا الكلام ده صح ولا في لا في جامعات والله يا اخي معترف بها وممكن يمشي لا السؤال ده بالنسبه للطب يعني لا اذا كان الطب او اذا كان اي دراسات هندسيه كده خلينا نركز على الطب كده دكتور الطب الزول اللي امتحن وتخرج من السودان طب الجامعات المختلفه هل هنا ده يعني في مشكله في تقييم الشهادات حاجه عارفه الجزيره هي اوكي لا 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 هو هنا لا هو هنا الان في ستاندردز معينه بناء عليها بيتم التعيين حتى للامتياز يعني شهادتك بتاعت الجامعه دي ما كفايه في انها تؤهلك لانك تنتسب حتى للامتياز في امتحانات تأهيلية أخرى لابد إنك أنت تكملها قبل ما تيجي كملتها مع شهادتك بتاعت البكالوريوس ما في مشكلة يعني شهادتك بتاعت البكالوريوس بغض النظر عن جامعة في السودان ممكن أنت لأنه هي شهادات معترف بها وهي شهادات أمريكية إذا أنت أصلك وصلت الستاندر بتاعها معناتها أنت وصلت المينيموم ستاندر اللي يخليك ليجبل لأنك أنت to be enrolled في البروجرام اللي هو موجود في المستشفى. لما تطلع بالنسبة للقانون كيف والله أنا أشوف القانون بالمناسبة يعني جامعات كثيرة يعني طبعاً في البلد دي بالذات الدراسة طبعاً لما تدخل في جامعة عربية طبعاً الدراسة باللغة العربية وفي معظم الدول العربية هنا في السودان هنا في احنا هناك في السودان طبعا بالنسبه للقانون عندنا حاجه بقول لها امتحان المعادله نعم دي مهمه يعني انت لو غير القانون اي جامعه لو ما عملت المعادله ما تصير من القانون اصلا نعم لا في المحاماه لا في القضاء لا في النيابه كل شيء قانوني يعني نعم. هنا في البلد دي ما في المعادله احنا في السودان بس يعني انت هنا ممكن تجي بشهاده للنائب القانون تشتغل في مجال القانون بدون ما عندك معادله بس عندك خبره يعني في وقت المحاماه مثلا في شركات مستشار قانوني بالممارسة العملية ممكن تاخذ خبرة ممكن تشتغل يعني لو تخرجت من اي جامعة في كلية القانون في السودان وما عندي معادلة ممكن اجي اشتغل في دوحة قطر ممكن دي معلومة مهمة بس زي ما قلت بس عايز خبرة بس يعني اشتغلت مثلا في شركة مستشار مثلا اخذت خبرة بتاع كم سنة كده في شغل قانوني او اشتغلت في المحاماة مثلا في شغل قانوني تكون اخذت خبرة بعد ممكن تشتغل ثاني في اي مجال قانوني في البلد يعني الكلام ده اسي يعني بيجاوب على السؤال بتاع اخونا حاتم بتاع انه لا في الطب لا في القانون في الطب لو انت اتخرجت من اي جامعه في السودان لازم تعمل شهادات وحاجات تاهيليه على اساس انك تشتغل في الدوحه قطر مثلا وفي القانون انك من غير معادله السودان محتاج خبره محتاج خبره لكن طبعا الافضل اللي انت لو في السودان تشتغل خبره قانونيه لازم يكون عندك معادله اي لانه هو الاشاعه وين الاشاعه الطالعه في انه اصلا اي شهاده في السودان ما معترف بها بره لا وبالتالي ما مؤهل لسوق العمل فبالتالي الناس بتقوم بتخاف تحجي من انه تدرس بالضبط دي مناسبه مش كان احنا كابوات ولا قولي امور حتى انه هم يعني قاعدين هنا موجودين انا قعدت معاهم في امتحان الشهاده الفتره فاتت دي بقول له يا معلم لا كده بيتكلموا كده اسمعوا لا السودان ده تمشي هناك الله يدوك ورق تقديم تمشي تطلع مره ثانيه يلقوا اسمك زاد وما في لا هنا هاي تعيين الان في حاجه اسمها الداتا فلو ودي شركه قايمه بذاتها
انت بتكتب سي في وبيجيب شهاداتك بناء على السي في اللي انت كاتبها. هم مهمتهم يتبعوا كل حاجه انت كاتبها في السي في والشهادات اللي انت داعم بها السي في بتاعتك، يتاكدوا انها هي فعلا من مصدر موثوق ومصدرها صحيح، يعني انها مش حاجه مزوره ولا حاجه. لا هي ما بتكلم عن حاجه مزوره يعني احنا اوكي انا قريت جامعه لكن ما قريت في السودان، كنت واحد من الناس التيوتيشن في جامعه خرطوم في مدرسه علوم رياضيه دي من الجامعات، لكن هسه بتلقى في مثلا 17500 جامعه موجوده، كليه ما بعرف كذا وجامعه كذا وجامعه كذا من غير اسماء. ما من غير اسماء، لكن هل الشهادات دي معترف بها في الليل؟ ما أسي إحنا سألنا الطبيب وسألنا لا أنا الحاجات أنت في أسامي كده يعني في أسامي مثلاً تتكلم عن قانون تتكلم عن طب تتكلم. أنا قلت لك إنه في الطب مثلاً هنا عشان ما تيجي عشان ما تشتغل تدخل حتى الامتياز. نعم. لابد إنه تكون عملت اليو إس إم إل إي ستيب 2 مثلاً أتليست اليو إس إم إل إي الكلينيكال أو الآي فوم اللي هي دي امتحانات تأهيلية مع الآيلتس مع الامتياز في جهه معترف بها، دي ريكويرمنت بيزك. انت لو ما عندك ما بتكون ليجبل لانك انت ما بتكون كواليفايد لانك انت بعد دي. حتى لو انت اجتزتهم بعد كده الاختيار بيكون حسب العدد اللي هو عايزينه، الاعلى هو اللي يدخل. ما معناته انك انت اجتزت بتكون كومبيتيشن بعد كده. طيب برضو الحاجة الثانية يا دكتور، شنو الخيارات بالنسبة للطلبة؟ يعني هسه كل واحد بيكون عنده خيار معين من الله ربنا الحاجة. أنا في ريسيرش هنتكلم عن هل في ريسيرش مثلاً عامة طبعاً يا إخواننا، أنا أول لقاء عملناه في موضوع اختيار التخصص الجامعي كان عملناه مع بروفيسور عمر حياتي اللي هو كان رئيس قسم الجغرافي في جامعة الخرطوم، وهو أستاذ حالياً في جامعة الملك محمد بن سعود في الحسين. انا كنت استاذ جامعه الملك فيصل وهو كان في الملك بن سعود. فاول لقاء عملنا معه عن اختيار التخصص الجامعي، وكان بيتكلم عن ثلاثه حاجات بتمثل يعني مثلث، اللي هو الرغبه بتاعت الطالب دي مهمه جدا جدا ما ممكن نتجاوزها. يعني اولياء الامور يا اولياء الامور ما تحاولوا تدخلوا في مستقبل طالبكم ولدكم ده حتى لو انتم عارفين مصلحته. ليه؟ لانه هو اللي حيقرا بعدين، هو اللي حيكون في الاكسبيرينس دي. انتوا اي نعم انتوا والله انتوا خايفين على المستقبل وبتاع، لكن هو ده مستقبله هو، فادوه الفرصه. نعم، حتى لو عايز يقرا ميوزك يقرا ميوزك. ايوه لو داري يقرا موسيقى داري يقرا اي حاجه ممكن تشوفوها انتوا ايرليفنت ما عندها بتاع. ما هو ده الليله في يوم الليله دي قول اكثر زول سوداني بياخد قروشه كاش قبل ما يشتغل منه، عارفين انتوا صح؟ كلكم بتستخدموا الفنان، ما في واحد فيكم قاعد يودي ولده يقريه و دينايا موسيقى ولا بتاع. بالعكس في ناس يكون عندهم استيغما من الفن، لكن ده الزور الوحيد الكلنا نستخدمه وكلنا ندفع له قبل ما يشتغل شغله. فالناس ده لما يطلع على الستيج انت بتكون عارف تماما انه الحساب البنكي بتاعه زاد قروش، عارف الكلام ده كويس مش كده؟ والى اخره. والرغبه دي مهمه، لكن انت المفروض تكون عارف برضه امكانيات ابنك. صح، الجزء الثاني سالفه انه الرغبه ومقدره، انه عنده المقدره على دخول الحته الفلانيه. والجزء الثالث انا بحب اقول الحياه كلهم مع بعض عشان ما، والجزء الثالث الفرصه تبصيره. يعني كده انت انا عندي رغبه في الطب تمام وعندي امكانيه اني اقرا الطب، لكن ما في فرصه لي، قدمت في كل الكليات دي ودرجتي ما دخلتني، يبقى بالتالي انه المثلث ده لازم يقفل مع بعض. دي الحاجه قال لنا بروفيسور عمر حياتي في اول لقاء موجود في اليوتيوب في قناه البحثين السودانيين، انه ديل الثلاث حاجات الزول بيبدا منه موضوع التخصص. هنا المشكله الكبيره احنا في حياتنا بالذات الحياه السودانيه، احنا طبعا يعني مجتمع محافظ متحفظ، يعني قليل جدا جدا بتلقى مثلا اسره فيها اطباء ولا بتاع كلها اطباء، واحد مش قرا هندسه ده بيعتبره كفر هندسه، يعني هو دي ثنائيه الطب والهندسه. خليك من انه يقول شيء يقرا له اداره اعمال ولا يقرا له مثلا حاجه كده ما عندها علاقه بالموضوع تماما، دائما تلقاه بيشاغلوه ويسوي انه الزر المختلف وانه والله ما اسمع الكلام ولا دي القرايه التعب البلاء عوض والى اخره. فعشان كده الناس تدي فرصه لابناء، تدي فرصه لابناء انهم يستكشفوا ويمشوا بيئه العمل الحقيقيه، لانه انت ممكن تكون ساعي في حته الغلط.
ممكن تكون ساعي انه تدخل ولدك الحاجه شايفه انت ممتازه جدا جدا, لكن هي ايرلفنت لسوق العمل لما يطلع. اتذكر كان في واحد من خريجين القاهره بيضربوا بيه مثل طوالي في انه الزول ده لما يتخرج من زراعه بمشروع تخرج بدوده بتصيب القطر, كان الدوده دي انقرضت في الدنيا. والله العظيم الكلام ده في الطلاب اللي قروا في مصر بيعرفوا الحكايه دي. انك بعد مرات هاي بتكون انت والله زراعه والسودان بلد زراعي والى اخره, لكن عايز تقرا وين تتخصص وين, وات فاليو ار يو ادينج للسودان. الكلام ده مهم جدا جدا, وده بودينا طبعا لاسئله الاقتصاد. الاقتصاد السلام عليكم. انا ممكن ابدا بمدخل كده في المساله بتاعت الرغبه والكلاش وكده. يعني انا ممكن دخلت في انا وابوي يعني من ما امتحنت تامنا, هو كان عايزين ابقى طبيب او مهندس. عمران ده كان الشهاده السودانيه في المساحه التجاريه, وانا اخترت انه يا اخي عايز امشي في المجال بتاع الاقتصاد, فبالتالي يا اخي ذكرت اني عايز ادخل المدرسه التجاريه يعني في الثانوي حتى يعني. فقال لي لا انت مفترض تدخل المدرسه الاكاديميه عشان بعد تخصص علمي وتواصل في المجال بتاع الطب يعني او الهندسه واحد من الاثنين. وانا كنت مصير على اللي هو المساق التجاري, فخلص حاولت انه كيف اني استطيع انه كون راي واقنع الوالد في المساله دي. فتكلمت مع اقرب اصدقائه بالاضافه, انا كنت صغير سبحان الله يعني ضروبي ضروبي بالضبط كده, اضافه لخالتي, وهم جو وجلسوا معه يا اخي انه الشاب ده رغبته كذا كذا كذا, فخلوه يخش في المساق التجاري يعني. الحمد لله دخلت المساق التجاري وربنا وفقني, اللي هو الواحد كان اول السودان في المساق التجاري في 2009. منها دخلت لجامعه الخرطوم كليه الاقتصاد وخلصت منها, اشتغلت في الجامعه لفتره معينه, وجيت وصلت المسار في معهد الدوحه اذا في اقتصاديه تنميه سياسات عامه. في السياسات العامه تخصصت في حاجه اسمها اللي هو السياسات الصحيه يعني شيء قريب شويه للبابليك هيلث الطب وكذا يعني. فالمساله بتاعت الرغبه صراحه مهمه شديد, وانا في نفس الوقت كنت يعني مقتنع اني عندي القدره اني انا اخي في الجانب بتاع الاقتصاد لانه بحتاج لمس ثقيل جدا, اني حابرز فيه وخلاص يعني. بما اني اخترت المجال المعين الوالد اقتنع بالفكره, في النهايه دخلت اللي هو في كليه الاقتصاد والحمد لله يعني الواحد يتوفق يعني عموما. فممكن الحاجه حاليا في حكون في جامعه قطر هنا في كليه الطب اللي هو في قسم البوبوليشن اند ميديسن, يعني حجمع بين الهيلث ايكونومكس اند ابيديميولوجي اللي هو علم الوبائيات وكذا يعني. فحاجه كذا غريبه مره واحده شديد. فالحمد لله يعني بصراحه الرغبه زي ما ذكرت انت القدره والرغبه اضافه للفرصه يعني الانسان اذا وجد الفرصه يعني. نعم, فاعتقد دي الحاجه ممكن اقدمها للشباب ونستغل الفرصه دي فيها كلام. ليه؟ لانه قبل 100 سنه من الليله معظم الجوب تايتلز الموجوده حاليا ما كانت موجوده, لا كان في سوفت وير انجينير, لا كان في اسمه شنو ده استاتيشن, لا في كميه بتاعت وظائف ما كانت موجوده. لو رجعتوا 100 سنه ورا ما كانت موجوده يعني التكنولوجي والادفانسمنت في سوق العمل والتقدم بتاع الطب. تقدم الطب ده يا اخواننا برضه بيعمل حاجه مهمه جدا, بيعمل اللونجيفيتي اللي هو الزور. المهندس الزمان كان الافريج بتاع حياته 40 سنه, وبالتالي بيحصل ريبليسمنت لمهندس ثاني بيقاسي بيعيش لحد 60 70 سنه, تلقى شغال بالمشاهره بعد المعاش. بالتالي الزول الجاي من تحت اللي تخرج من هندسه كده عامه ده المفروض انه يعمل انوفيشن, المفروض انه يعمل حاجه جديده, يعمل برانش اوت لعلم جديد. فالفرصه دي لو ما في احنا لازم نعلم ابنائنا ونغرس داخلهم جوا جلوبال الانوفيشن, انه يا ولدي لو انت راغب في المجال ده امشي فيه. ما ممكن تكون انت الزول حتجيب الحاجه الجديده فيه. ليه دائما احنا قاعدين مستنين انه والله في زول ثاني حيعمل لنا الجوب والماركت بليس ونحن حنجي نقدم له وظيفه؟ ما ممكن نكون نحن اللي حنقدم الوظيفه دي, مش كده؟ يعني الزول الشاب اللي اسمه مايكل زوكربيرج ده الكلام ده قريب في 2003 ما كان في حاجه اسمها سوشيال نتوركينج زي الفيسبوك هسه بالشكل بتاعه ده, وكل الداتا ساينس ريفوليوشن كل الناس اللي اشتغلوا في المجالات على السوشيال ميديا دير ما كان عندهم جوب بالضبط قبل 2003, مش كده؟ ما كان موجوده يعني من 2003 لحد الليله دي 15 سنه دي كميه الناس الشغالين في شبكات التواصل الاجتماعي رقم ضخم جدا, مش كده؟ رقم ضخم جدا. فنحن برضو لازم ندي ابنائنا الثقه في انه يا اولاد انتم ممكن تعملوا الحاجه الجايه الكبيره الجايه احنا ما عارفينها, ممكن تعملوها انتم
مش كده؟ يعني هسه انت المجال الداخلي ده ممكن انت تعمل منه عمران بعد شويه مجال جديد تماما الناس ما شافته قبل كده. انت بتدمج اسمه في الاقتصاد وعلم الوبائيات والاحصائيات في المجال الصحي. شوف الزول ده بس لكن كان داير من البدايه مجال محدد واصر عليه. فدي حته مهمه. تفضل. نحن عندي كل زور بيعرف نفسه كيف التخصص بتاعه. والله يا أخي أنا صالح محمد إبراهيم بين قوسين أبو علاء. أنا أصلاً مهندس زراعي صناعات غذائية. مهندس زراعي بالمناسبة مزورة يعني. ما بعرف الزراعة شيء. أنا راجل بصنع بس. بتصنع؟ يعني صناعات صناعات غذائية. صناعات غذائية. أنا بستغل المواد الخام. الزراعية إلى صناعية. صناعة تحويلية. تحويلية. أنا شخصياً بالمناسبة من ناحية الكفاءات نحن الحمد لله عندنا كفاءات. لكن أتصور إنه بالمناسبة هناك المفروض تكون جهة الموجهة بشكل يعني في الحكومة ذاتها إنه توجه الشخص المتخرج دي أو الكفاءة اللي موجودة دي تستغل في هذا الاتجاه. وبالتالي عملية استيعابها عامل مهم جدا. أنا في تصوري ده العامل المهم. في ناس بالمناسبة نحن الحمد لله عندنا ناس بالمناسبة فطحنا. لكن ما لاقين بالمناسبة المجال أو ما مكتشفين أو ما لاقين المجال إنهم ذاتهم في مجالهم ده يعملوا. ومبدعين بالمناسبة. فأنا بعرف بالمناسبة ناس كان أوائل الكليات ما شغالين في مجالهم. وده بيثبت نقطة بتاعت انه يعني شغال في مجال بعيد عن مجاله. يعني هو راجل بالمناسبة مهندس في نفس الوقت هو شغال في سؤال يا ابو علاء. انت دخلك هندسة زراعية؟ اكون صريح معك. ايوه انا ما كنت داير اصلا هندسة زراعية. انا كنت اصلا كنت عايز يعني هندسة مكانيكية. الفرصة ما سمحت لي. أوكي. لكن دي واحدة من الثلاثة أفضل فرصة بيجت معه. لكن الحمد لله اللي مشيت المجال ده لأنه بالمناسبة بعدين بعد ما دخلت فيه بالمناسبة أنا ارتحت لي يعني. ولقيت نفسي فيه وعشان كده يعني هو ده السبب اللي خلاني ده زي قال لك أنت جدعك ما قدرت. نعم في البداية بكون محمد مبدع صح. أوكي شكرا جزيلا يا أبو. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هاشم الخليفة الحسين مستشار قانوني هنا ووالد اثنين من الطلبة الممتحنين السنة. لا حقيقة ده مجهود كويس يعني منكم ومبادرة كويسة خالص على أساس إنه لكن طبعا أنا يبدو لي كان مفروض تكون في جهة زي ما قال الباشمهندس قبل الطلبة أساسا ما يحددوا اختياراتهم عشان توعيهم بالتحديد إنه يمشوا في هذا الاتجاه. يعني لسه حاليا طالب لما نجي تكون اساسا حدد اختياره مثلا يا مثلا ادبي يا علمي حاسوب ولا علمي احياء. فهذه يعني نقص حاصل حاليا بالنسبه للطلبه. الطلبه بيقول يعني خياراتهم بالانطباعات ولا بالتاثيرات اللي حواليهم يعني. ف يعني كمثال عندي الطالبين واحد مشى احياء واحد مشى حاسوب. احنا كنا نفتكر انه بتاع الاحياء كان مفروض يمشي حاسوب. بتاع الحاسوب مفروض يمشي احياء. لكن خياراته في النهايه حددوهم يعني احنا بالنسبه لهم كنا يعني سبورت يعني بس بنوجههم يعني. لكن في النهايه بنقول لهم يا جماعه المساله دي انتم بالنسبه لكم ده مستقبلكم قدام. احنا يعني انتم بعد ده المساله دي حتكون مدى حياتكم. انتم حتكونوا عايشين في المجال ده. فالواحد لما نمشي مجال لازم يكون مقتنع بان المجال ده هو المجال اساسا اللي هو يعني ممكن يعني. طيب كيف الكلام كيف انت تكون مقتنع كولي امر انه فعلا الولد تختار الخيار المدعي؟ يعني هل انت بتقعد معه قاعده وقعدتين وثلاثه واربعه؟ هل انت بتخضع الاختبارات؟ هل انت بتضغط عليه عشان تشوف عنه؟ والله ما بنكتب الاختيارات لكن بنناقشه يعني بنتكلم معه. يعني مثلا بتاع الحاسوب اقول له انت مثلا انت يا اخي احياء ما نشوف انه مناسب معك انت مثلا يعني اذا في بنرى انك في المجال الصحيح كنت تكون افضل. وبقول له والله انا احسن لي انا هندسه لانه بمشي في المجال دار امشي ميكانيكا ودار امشي طيران ودار امشي كذا. المهم يعني في النهايه هو شعرنا انه في تاثيرات من الطلبه اللي حواليه ومن اصدقائه برضه يعني ربما تكون لها تاثير في اضافه الى ذلك عمل العمر كمان.
طيب سؤال ثاني، هل انتم كانوا بس اضافه اذا خليت بالنسبه للنقطه دي. نعم. وبالمناسبه الفتره دي بالمناسبه فتره حرجه بالنسبه للطالب ذاته. نعم. عامل العمر بالمناسبه بيلعب دور. الراي الزول ده بالمناسبه ما في نضوج فكري. صحيح. وبالتالي وفي نفس الوقت الوالد بيعرف اولاد الدين بالمناسبه عايشهم بالمناسبه يعني حاجات اللي هم ما بيعرفوها هو بيعرفها فيهم. ده الوالد هنا في الخليج. ابدا حتى في السودان يعني الفرق شنو يعني الخليج الناس بتكون مشغوله مشدوها في الخليج او هنا في تصور ها بتكون مشدوها هنا لا ابدا لا في اهمال صح نعم لكن ده ما تعمم نعم صحيح يعني في الشيء اللي موجود شنو انه انا حاسه اولادي بالمناسبه كل واحد ماشي تقنية معلومات واحد عنده 6 اتصالات يعني بعيد عن مجالي لكن انا بالمناسبه بحكم معرفتي او تجربتي في الحياه اقول له بالمناسبه والله المجالات دي هي اللي عندها مستقبل في الوقت الحالي ده هو ما بيعرفها هو شايف بالمناسبه والله يعني من خلال شوفته دي للزملاء وكلام من الناس ده بيشوف انه ده المجالات دي مره يمسك دي مره يمسك دي وبالتالي في النهايه يعني يمشي في مجال اللي هو بالمناسبة ما داير أو ما نفسه فيه يعني فزي ما قال مولانا إنه الموضوع ده بالمناسبة في النهاية ابنك أنت بتعرفه وتعرف ميولاته ها وتعرف وتكتشف بالمناسبة من خلال التجربة ابنك وأنت تابعته 18 سنة فبالتالي تعرف ميوله يعني تصور أنا يمكن أذكر بس مداخلة بسيطة انا شاهدت الحاجه دي في الوالي وجرب من مشي من ثانيه ماشي ثالثه ومش ولدي بس انا مشيت قعدت في المدرسه بمشي كل يوم الصباح والجيون بقعد لحد الساعه 8 ونص في اول السنه الاولى 90% من الطلبه يعني قاموا سالوهم انه انت احياء انت حاسوب انت كذا عندهم حتى هو ذاته عارف يعني شنو حاسوب فيها صحيح حاسوب مثلا ممكن حيكون فيه شنو او كذا فبعد ده قام مش حاسوب بتاع الرياضيات بتاعه ده ما خش مش سوري بتاع حاسوب ما دخل قام قال لي لا انا ماشي رياضيات انا ماشي احياء مش بتاع احياء استاذ والله يا اخي ما برضو حاجه كده ما ادري نطتني مش براو انا بالضبط يمكن قرابه الكم 40 طالب كانوا بيعملوا راوندينجز لحد ما وقفوه يمكن الاداره انه دي اخر اسبوع كل واحد لو ما اختار الحاجه اللي هو دايره حيقف فانا بشوف انه برضه في ضعف بالنسبه للاداره في المدرسه في التنوير بالنسبه للطالب اللي هو الماشي من ثانيه لثالثه انه يختار هل هو عاوز احياء هل هو عاوز حاسوب هل هو عاوز هندسيه وكان في السنه دي بالتحديد هندسيه كان فيها اشكاليه كبيره جدا 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 في مدرسه البنين انه الاستاذ بتاع هندسيه ما جاء في الفتره الاولى جاء قعد في يمكن قرابه 3 شهور ولا 4 شهور ما في هندسيه حولوا كلهم من هندسيه ايوه في المدرسه الفلانيه حولوا كلهم من هندسيه في واحدين مشوا حاسوب كلهم كانوا مسجلين هندسيه مشوا حاسوب بعد ذاك جاءوا استاذ الحاسوب بتاع الهندسيه حتى حولوا من الحاسوب مشوا هندسيه فكان في يعني كان في دربك ففي كان في دربك ودي بمناسبة أثرت في مجموعة كبيرة جدا من الطلبة وأتمنى إنه السنة دي الناس تقوم حتى الأساتذة أو الإدارة في المدرسة يعني توري الطالب أنا يعني أتمنى إنه كان يكون في مجموعة من الطلبة وأتمنى إنه كان الكلام ده يكون داخل المدرسة بمناسبة وأساس إنه الناس ذاتي تتنور إن أنا والله هسه عندي ولدي ماشي تالتة سألته هتمشي وين قال لي خلاص قال لما نشوف الاساتذه المهم الموجود بهذه العباره يعني لانه تخطيط استراتيجي لانه حضر الدي وكنت باجي الصباح بنزلهم وبخش معهم المدرسه وبقعد مع الاساتذه وبتاع والاستاذ ده ما في والاستاذ ده كذا ولسه ما جا ف الله يعينكم بس يا الله يعينكم طيب انا داير اخذ البتاع للزول اللي بيصور ده الباشمهندس ده فايز بجائزه الطيب صالح للروايه مع انه خريج هندسه ورينا انت موضوعك شنو بالضبط طيب انا اسمي عبد الحفيظ محمد
أنا درست هندسة، هندسة كهرباء إلكترونيات، وعامل ماستر في الماجستير في أنظمة الميكروويف والرادار. أنظمة الميكروويف والرادار. المهم الحاجة اللي ممكن أساهم بها هنا كتعليق إنه يا أخي في التقديم ده الأسرة ممكن هي تساهم في التبصير، في تبصير الطلاب وأبناء مش وهي داخلة تقدم، يعني الليلة وبكرة التقديم أو هي امتحنت في ثالثة، لا لا، يعني من السنين الأولى بتكون هي في مراقبة داخل البيت، ويكونوا عارفين إنه الناس زين ميولهم شنو، إنه كذا إنه كذا. ففي لحظة ما بيكون هم خلوهم يدخلوا التراك بتاعهم من غير ما يشعروا، بالإضافة للتبصير للحاجة دي هي بعدين فيها شنو، بمعنى إنه أنت التخصص اللي هتدخل فيه ده هو في شنو، يعني مثلا أنت لو قريت طب يعني بس طب كذا ولا في شنو ما بعض الطب، يعني الحاجة اللي هو ما قادر يشوفها الآن، مثلا لو هو حيقرأ هندسة كمبيوتر في تخصصات شنو في هندسة الكمبيوتر، مجال العمل ماشي كيف، السوق ذات وطلبه طلب السوق ماشي كيف. فنحن غايته الناس بتدخل كده هو الثنائيه بتاعت هندسه ولا طب، احياء ولا حاسوب. ففجاه كده يعني انا كتجربه الناس اللي تخرجوا معانا من هندسه، يعني ممكن اقول لكم 70% هم الان ما مهندسين، مش هم حاملين شهاده هندسه لكن مجال عملهم ما هندسه. في ناس منهم بعد ما عملوا الماستر في الهندسه عملوا شيفتنج ومشوا درسوا دراسات اجتماعية وإنسانية مثلا، أو درسوا اقتصاد أو درسوا كده. ففي ناس برضو أنا بعرفهم درسوا طب مشوا درسوا فلسفة في النهاية. فيلا المستيك ده ممكن الناس تداركوا من وين؟ من عمره 10 سنة يكون حصل له التبصير إنه يا أخي اللي هو من المرأة. طبعا الزمن يا أخي العمر. لا 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 مش كده، هو كده بيكون، هو بيكون كده يعني حاجة بتكون كويسة لو هو درس الفلسفة من بدايتها، بيكون أهدر طاقات كبيرة جدا جدا. يعني ما ممكن أنت تقرأ 6 سنة طب وتمشي عشان تقرأ فلسفة. معروفة في أمريكا السنة بسيطة لازم تقرأ أي مادة عشان كده ما عندهم، ما عشان تتخذوا ده مجالك وتخصصك، عشان أنت يكون عندك إدراك بس. وغالبا غالبا اللي حول من طب لفلسفة غالبا ده يكون التأثير اللي هو يعني ما رغبته، ولكن كانت هناك مؤثرات أخرى دفعته لأنه يأخذ الطب. ايوه فحقق ليون الحكايه دي، ولكن في النهايه جاي حقق ذاته في الفلسفه. لو وجه التوجيه الصحيح من البدايه ومشى في اتجاه الفلسفه كان وفر الوقت ده في انه يحقق لقدام في الفلسفه اشياء يعني يمشي فيها اكثر في دراسات عليا في ابحاث في في في، فكان وفر زمن يعني وكان مشى فيها لقدام كويس يعني بدل ما يشتت جهوده يعني. بعدين دراسة الطب دراسة طويلة يعني ودراسة القرار ذاته ما هي أيوه. يعني انت صعب انك تاخد، فهي دائما الانسان اللي بيدرس حاجتين وحاجتين مختلفات ويترك واحدة اكيد ده هنا من الاول كان ال اذا كان ايوه اذا كان هو انترست في المجالين هو تركه عديد، لكن لما يكون ترك المجال ده خالص واخذ تخصص ثاني جديد خالص وبدا فيه من الاول وتناسى ده خالص لا، لكن اذا هو فعلا مبرز في المجالين ويلا نقول واي نوت. يعني وللأمر ما عنده طريقة الموضوع ده ليه لأنه ده مستقبله في البيت في
شقة منزل تحت الدكان بيجي رايح. هي طبعا دي واحدة من الحاجات دي الضريبة بتاعت الغربة اللي بيدفعوها الناس. يعني بتلقى انه المجتمع الطبيعي بتاعك والأسرة الممتدة والبتاع اللي هو السبورت السبورت بتاع المجتمع ده كله بيختفي منك في الغربة. وبالتالي انت بتبقى بعد شوية انت مسؤول من اي حاجة لها علاقة بأسرتك. هي من جانب فيها انتمسي انت تكون قريب لأولادك. قريب لهم فيزيائيا وقريب لهم ذهنيا وبتاع. لكن فيها جانب تاني بتاع انه ولدك ده الخيار بتاعه باوندد بحاجاتك انت بس. ودي هنا. لكن برضو الناس يا اخواننا ما في كوميونيتيز هنا ده. يعني انتوا قاعدين في مدارس يفترض انها مدارس كويسه، قاعدين في بلد بتدعم التعليم والبحث العلمي والى اخره، في جامعات مختلفه، يعني الدايفرسيتي بتاع الجامعات الموجوده في البلد دي. لو انت سبت ولدك كل يوم كل ويكند، ما كل يوم، كل ويكند مشى بجامعه مختلفه، الليله جولتاون، بكره تكساس اي ان ام، بعد كورنيل، مركته مشى جامعه قطر وبعدها بتاع، ولكن في الغالب حيكون له حاجه، حيشوف حاجه ممكن تسرع انتباهه ولا كده. لو قمت سبته للناس اللي بتعرفه انت ده بتلاقيهم في بيت البيكا ولا الناس اللي كانجروا معاك ولا بتاع، كل يوم وديته لزول شغال ولا زول شغاله، الناس هنا النسوان الرجال شغالين كلهم، وديته عشان يشوف الناس زي في بيئه العمل بتاعته. يعني ما تخليه قاعد وراك في البيت. معلش يا دكتور، لكن انت كمان بتقول ما ما ابليكابل يعني. ليه؟ يعني سؤال لا ما ابليكابل. هقول لكم حاجه بالمناسبه، ما عندي يعني. انت لاحظ مثلا احنا في السودان زمان، معلش يا اخونا، انا في السودان زمان مثلا كنت بمرق الشارع بعرف ده لبسه من كذا انه ده الطبيب، شايل شنطته وماشي ولابس وشايل سماعته وكذا، دي المهندس شايل حاجاته. هنا ما في بيئه زي دي كده يا اخي. انت عمك ده انت عبد الرحمن ابو سبيب ده جراح في مستشفى حمد. اسي دي الكلام ده لو بقى عندكم فرصه قبل كده، اسي الفرصه عندي عندكم. اسي اي واحد ولد قريب طيب ولا بنت عايز تقرا طيب يمشي الدكتور في المستشفى يشوفه لابس لبسي خمسة وشغال في الجراحة بتاعته. يا دكتور ولدي طبعا الكلام ده قاله بروفيسور عبد القادر اللي هو بيرسل المقاطع الصوتية في هنا في الواتساب بتاع علم النفس الموجود في السعودية في بريدة تقريبا. بيقول انه زمان كان عندهم كارير ديسبليناري اويرنس، انه الناظر بتاع مدرستهم، خير الكلام ده يعني في الستينات ولا في انا ما عارف الستينات ولا الخمسينات، في الوقت ده ناظر مدرستهم كان يا ولد انت شغال ابوك شغال شنو؟ ابوي عسكري، نادي ابوك يجي يوريهم العسكري بيعمل شنو في الكلاس. وبنمشي نزوره. الكلام لا لا الكلام ما بضروا يزوروا، ممكن يجيبوا، انت اخوان الكلام ده ممكن يعملوا هنا. كان زمان بيقول لك انه والله يا اخي الليله عندنا زياره للمركز الصحي الفلاني. احنا حاتم مدرسه بنمشي. احنا ما بنقدر نرجع لورا، احنا بنقدر نتعامل مع الواقع بتاع الليله. هنا 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 الحل شنو؟ الفيزيكال ابليكابل سوليوشنز. بنطرح في الحل. انت ده ممكن تشرح للناس المجال بتاع الكمبيوتر بما انك انت اكسبرت فيه، ومولانا يشرح لهم القانون، والدكتور يشرح لهم الطب. كل واحد فينا يا اخوانا احنا كوميونيتي واحد، احنا كل واحد راح يحل مشكله ولده هو براو، ولا عايزين نحل مشكله مجتمعنا. يعني احنا ما دخلتينا المحاضرات في اليوتيوب، لكن كل واحد فيكم الكونسيرن بتاعه جابه هنا في الحته دي، مش كده؟ يبقى نفس البتاعه دي تسوق ولدك ولا بنتك وتوديهم للحته للناس في الشغل بتاعك على الشغل. البنتك ولا ولدك، بنتك ولا ولدك عنده فيها انترست، انت كده بتا الدومين. هي ما انا ما حاسه ان عندها ميول لحته معينه، انا جيت ليه عشان اشوف حل. يعني اديها زمان انا دكتور، اديها ما المفروض في اولى ثانوي بالمناسبه الزول يكون حدد دي زي زمان الزول لما يكون صغير يكون بيسال يقول لك ده تطلع شنو لما هنا. لو ما قلت اجابه ريحك الزول انه طبيب ولا مهندس معناها في مشكله الزول ده. والله سالوه علي انت عايز تبقى دكتور ولا مهندس؟ اي طبعا طوالي بده له كده علي. خلينا اذا شافت الميوله في المواد وهي مبرزه في اي مواد معناتها هي بتحب الحته دي، فهي بتبتدي توجهها في حته مهمه جدا جدا. في حته مهمه جدا. انا زول اكاديميك وريسيرشر، يعني زول مشيت في العيلة حتى خلصت الدكتوره واشتغلت بعدين في المجال ده بتاع الاكاديميا والريسيرش وكده. انا ما شايف انه دي يعني قمه الابداع الانساني انه زول يبقى بروفيسور ولا دكتور ولا الى اخره، لانه انا بحب الحاجه دي، انا بحب النولج شيرنج، بحب انه اطلع المعلومه اللي عندي. انا لو قريت اي كتاب بكون مستني 200 اهضم ودخل جوراسيس انا اوريهم للناس اللي حواليني طلابي ولا كده. لكن ما بضطر كل الناس يكونوا زيي. في زول ثاني حداد ولا نجار ولا سباك خطير جدا جدا ولا فنان، حتى كلنا ما بنقرا دي بنجهز قروش وندفع كاس. الزول يدو فرصته، ما بالضروره الزول يحدد هو داير من اسي عشان يطمن امه ولا ابوه. كويس انتوا اباء، وانا ذاتي عندي 4 اطفال،
ما اظن المفروض انه اكون متحجس بانه الناس لازم يوروني يحددوا لي من نفسي هم دايرين شنو، ولا والله الطفل ده والله معزمنا عذاب في الرياضيات ممكن يجي بعدين هو اللي ينجح في الرياضيات. احنا عندنا المطورات على التيركس فيها نماذج كثير جدا لزول كان بيكره حاجه جا بيقى برس فيها بيقى الاول، زول ثاني كان بيحب حاجه خلاها بيقى ما بيطيقها ما قادر يشوفها. فالناس ما يستعجل لانه في خيار. انا ما قلت لكم ليش سيتكم لا امور وات اباوت ذا وان اير اوف، هل ده خيار؟ بس اسي اولادكم لو قال لكم اسي ده لدار خش الجامعه لك يا ابويا اسمع انا والله ما عارف اسي دار اخش شنو انت راح ليس انا كذا اكشف فيها شو الحاصل احسن افضل ب 100 مره من انه يمشي في مجال هو ما عارف. يس جدا. هل الكلام ده تخطوه خيارات مع ابنائكم؟ لانه زي برضه سالنا الكلام ده السؤال ده كان دائما يطرحه. هل انتوا لما تقعدوا تتكلموا مع ابنائكم في اختيار تخصصهم الجامعي هل بتقعدوا تقول لا اسمع يا ولد يا بنت بكره من الساعه 4 للساعه 5 دايرين نتكلم عن موضوع تخصص الجامعي؟ حضر نفسك اقول لي في كوره ولا عندي بتاع ولا. اسمح لي قبل ما ننتقل للموضوع ده انا احب عايز اتكلم في موضوع اللغه اللي وبالتالي افتكر البيت دي بالمناسبة طبيعية جدا بالمناسبة ما عندها أي مشكلة بيت مبدعة بيت أكاديمية اهتمامه كله بالمناسبة هي كيف تنجح في المواد بتاعتها سنويا، لكن برضو في نفس الوقت يعني الأخت المفروض تشوف في أي مجال هي مبدعة وأي مجال المفروض يخدمها في المستقبل بعدين بعد التخرج. فبالتالي ممكن من خلال ميولاتها من خلال المواد اللي بتبرز فيها هي ممكن توجهها التوجيه اللي هي داير لا هي دايره لها. دي بالنسبه لدي. بالنسبه للكلام اللي قلته انت يعني بالنسبه للكانس الفرصه اللي قلتها انه بالمناسبه يعني الطالب ياخذ فرصته في فرصته انه بالمناسبه يفكر. بالمناسبه اولا اذا كانت تطلبت هو اصلا بالمناسبه عايز يخلص الشهاده دي باي وسيله وخلاص. نعم. وحتى الجامعه بالنسبه له بالمناسبه عايز يتخلص وبس خارج. الاغلبيه بالمناسبه عايزين يتخلصوا بس بالمناسبه يخش الحياه العمليه لانه 18 سنه بالمناسبه دراسه بالمناسبه بالنسبه لهم ممله يعني. صحيح. لكن الشيء اللي موجود انت بالمناسبه انت اللي تعمل لهم موتيفيت انت اللي تساعده بالمناسبه في يعني في كيفية تقويمه وتوجيهه من خلال قبل ما يشعر من خلال عوامل تانية عوامل مساعدة بالمناسبة عوامل تشجيعية. فدي اللي ممكن انت تدخل فيه بالمناسبة اللي توريه الاتجاه او الاتراك اللي هو دائرة او اللي هو المفروض تخدمه في المستقبل لانه بعد ما يتخرج بالمناسبة ما حيبقى خلاص يعني انت حتبقى دور تاني يعني انت بالمناسبة بالنسبة له هو الاساس يعني لحياته هو هاي. فأنا أتصور إنه يعني دار أرجع للأخت بالمناسبة البنتك دي بقول الحمد لله ممتازة جدا لكن المجال برد شوية بس أنت أديها يوم كده بالمناسبة أقعد معاها ناقشها بالمناسبة وأشوف ميولاتها والمهنة الموجودة قدامها دي وممكن تدفعيها في الاتجاه اللي هي بتنفع فيه يعني. انا دكتور بفتكر المفروض يحصل هارموني انتجريشن بين كلامك اللي قلته في البدايه وكلام دكتور ابو سبيب. يعني انا اللي لما اخذ المثلث بتاع الرغبه زائد القدره كويس الملكه بتاعه الطالب كويس زائد الفرصه المتوفره بعدين اخذ دي ستيب 1 انه انا والله ولدي مثلا اشوف رغباته شنو اشوف امكانياته شنو الفرص المتاحه هو حيقرا جامعه 4-5-6 سنين هل بعد 6 سنين المجال ده هيكون عنده مستقبل ولا هيكون وقف ولا هيكون قفل مثلا اوكي بلس كلامك كلام دكتور ابو سبيب بتاع انه انا افترض من اولى ثانوي اعمل تراكنج لولدي والله يا اخي ما هي يا علمي يا ادبي علمي معناه ماس كيمستري فيزيكس انجليش اوكي دي مواد الادبي دي مواد العلمي كويس انا يفترض من السنه الاولى اقوم اتابع والله مثلا في الرياضيات والمواد العلميه ده ممتاز لكن في العربي ضعيف مثلا في التاريخ في الجغرافيا انا ممكن في نص سنه ثانيه او في نهايه سنه ثانيه اكون شكلت فكره مبدئيه عن شكل الكليه حخشها الزول ده اوكي انا بكون في سنه ثانيه شكلت فكره مبدئيه عن التخصص اللي حيختاره ولدي مثلا خطيته في راسي بعد ذاك برجع لرغبته
هو يشوف انا كده انتهيت من قدراته وعرفت شنو، برجع لرغبته هو بقارنه مع المستقبل المتوقع، انه انا والله يا اخي بعد 5-6 سنين والله يا اخي مثلا السوق الطبي حيقفل اوكي، فانا بفتكر حياتي كلها بتكون مع بعض بتمثل حلقه على سنه انا امشي لقدام. انا ما داير اطيل لكن داير اضيف حاجه بسيطه كويس. هتعرف انا تجربتي الشخصيه انا يا دكتور انور، انا امتحنت الشهاده السودانيه جبت ليفل عالي جدا، شالوني في ماس سكول اوف ماس في مانجمنت فوق على خرطوم، لكن كان رغبه تدرس قانون. لما جيت قدمت كليه القانون كان كليه القانون نسبتها اعلى من المانجمنت، اضطريت درست برا السودان كويس، وخلصت الجامعه وتخرجت بسكور عالي جدا ورجعت السودان، لكن ما لقيت الفرصه في السودان، اضطريت دانا شامل الماستر في الاداره، يعني زغطت منها قبل 4-5 سنين رجعت لها تاني وما لقيت الفرصه. عشان كده بفتكر احنا يفترض نستفيد من الـ من الـ من تجاربنا الشخصيه وتجارب الناس اللي معانا في نفس الليفل ونبدا نعالجها في ابنائنا، يعني من خلال التراكن من خلال صح هي الجزء ما بتحصل في المجتمعات الأقل نموا. في العادة الناس بتكرر الأخطاء بتاعتها بصورة جردية، يعني حتى بواصل المشاكل بتاعته إذا كان سياسية اقتصادية اجتماعية داخلية من الجيريشن التعليم. أنا الجيريشن ده أفضل جديد. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عابد شريف طه، فود إنسبكتر هنا في الدوحة، مفتش أغذية وخريج إنتاج حيواني وتخصص متخصص علوم. حقيقة أنا برضو يعني درست دراسات مشتتة، درست إعلام وبعد ذلك درست زراعة، درست بيطرة، وآخر حاجة درست علوم عملت ماستر. لكن في دراسات يعني كان wasting of time زي الإعلام، درست إعلام نعم، فكان ضغط على الدراسات الثانية. على كل حال الحمد لله، على كل حال حسي شغالين ببكالوريوس، معناه عندنا ماستر ممكن واحد يعمل دكتوراه، لكن أنا شغال فود إنسبكتر هنا، الرقابة الصحية، الرقابة الأغذية نعم. وهنا طبعا البلد يعني بلدان الخليج كلها متطورة وعندهم فود كنترول وقوانين وأشياء كثيرة وأفق واسع وفي ضبط وربط في الحكاية دي، وفي قوانين بتدعم العمل، وإن شاء الله يعني شغلنا ده. دخلك المجال ده شنو؟ يعني أول رغبة اللي كان اخترتها شنو بعمل؟ أول حاجة اخترتها ولا اختار لك أنت بالقبول؟ في السودان والله مكتب القبول طبعا. نعم، انتاج حيواني اول. بنحاول اخوان عبر السيشنز اللي بنعملها بتاع التخصص الجامعي دي انه نخلي مكتب القبول يعني يساعد الناس يشرح لهم في انه كيف يزوروا رغبتهم، ودي الحقيقه دي المقصد بتاعهم مكتب القبول. يعني احنا اخونا ابو عبيده المصاص كان اول امبارح بيشرح في انه كيف الزول يقدم ان ستيت، يعني تقدم في الولايه بتاعتك، انت من ولايه الجزيره وكنت عايش فيها وداير تقرا مثلا طب في الجزيره، الطب في الجزيرة قول الدرجة بتاعت 90 انت جايب 84، الولاية نفسها لأبنائها بتدي درجات، مش بتدي بتنقص الدرجات، يعني انت من أبناء الولاية ده كلام طبعا حاجة استراتيجيك تينكينج، يعني انه انا ده اخرجك واديك فرصة على اساس انك بعد تشتغل لي في الولاية دي، ما انت لو قريت ناس من الولاية الثانية قروا طوال حيمشوا، فانا لازم اقري ناس من المنطقة ذاتها، فبتقوم تديك ميزة تفضيلية اللي هو بقول على قبول الولاية. فكان بيشرح للناس كيف انه لو الدرجه 90 ما تشيلهم، قدم القبول العام الدرجه الاولى 90 ونمر 2 قدم نفس الكليه لكن قبول ولايه، في الغالب انت حيقوم ياخذوك بتاعت القبول الولايه، لكن ما تقوم تاخذ تبقى جزيره تبقى كردفان تقوين في النهايه هنا اخذت القبول الولايه، الدرجات بتمشي بيقوم بيقول لك حته جيب لوك فيها بعدين تقدم استغاله عشان ثاني تجي تقدم عشان تقدر تخش الكليه بتاعتك. فالقبول مكتب القبول هدفه الاساسي انه يوصل الناس لرغباتهم اللي هم محددينها. لو انت ما رغبتك لو انت ما رغبتك ما طوال قدم استغاله. بس النقطه دي مكتب القبول
برضو بيجبروا الناس هسه يقول لك اقل رغبات عشان انا مثلا يكون عندي رغبتين طالب ذلك قديم يقول لي لازم تقدم عشان ايوه صحيح عشان تمشي الفورم اللي قدام ل 45 رقم ايوه لكن ماذا قدم ماذا قدم مثلا الطالب عنده مثلا الكلام ده طبعا عنده علاقه بالعداله بتاعت الفرص كل زول يعني مكتب القبول في الكلام ده انا فهمته بالمناسبه قبل يومين ولا ثلاثه ما كنت بعرفه لكن قعدت وسمعت المحاضره النفسيه انكم كنتوا تمشوا تحضروها موجوده المحاضره اللي عملت الباحثين السودانيين في مكتب بتاع القبول في التعليم العالي العداله بتاعت الفرص بتقول انه الزول اللي امتحن 2018 هو اللي عنده مقعد في الجامعات الحكوميه 2018 طبعا انت عندك مقعد ممكن يكون لمده 3 سنوات اللي ورا في الجامعات الاهليه والخاصه تمشي تدفع بقروشك لكن المقعد الحكومي انت كمواطن سوداني امتحنت شهاده سودانيه او ما يعادلها عندك بس الشهاده بتاعت السنه ذات فعشان كده بيجبروك انه تقدم في العشر رغبات اساسيه عشان يدوك المقعد بتاعك بعد ذلك لو استفدت منه انت بعد ما زوريتك دل المقصد بتاعه يعني الاجبار بتاعهم ده ما اجبار صحيح اجبار لانه انت عندك فرصه لازم تستفدها قررت حاجه ثاني دي مشكلتك ما مشكلتك تكون قطعنا بالنسبه تحتك على المفضل بالنسبه للمطلوب يعني يحط الوجه الطالب تفكر بحاجه مهمه حساسيه لانه مو موجه احنا تكلمنا عن النص الحسابي مع بعض نتكلم لا مثلا لو قالوا لي والله يا اخي انت يعني اخيرا المجال ده افضل لك ما قالوا افضل لك انت بتقدم الرغبات بتاعتك الرغبات تقدم هم بيشوفوا الرغبه دي مثلا لو في 50 مقعد 50 مقعد ديت دايرين اقل واحد 50 مقعد ديت جاب 80 وانت نسبتك 80 بيقوم يقول لك يا اخي والله انت مؤهل للكليه السيستم بتاعه بيأهلك للكليات حسب المواد هم دايرين 7 مواد اساسيه انت لو عندك ال7 مواد دي ناجحه وجبت الدرجه المؤهله للكليه بقت في فرصه طوالي بيأهلك لها مباشره ما في بيروك انا اشوف انه المنظر في النقطه دي في المفروض يكون امتحان اضافي في الشهاده ذاته اللي هو اساسا يوري الرغبه بتاعتك مش كده اي ومن خلالها بالمناسبه حتى بالمناسبه بيساعدوه حتى في عمليه التوجيه بتاعته هي دي في قبول في الجامعه لا في قبول في الجامعه بانترفيو بكل اسف طبعا الكلام ده يا اخوانا بيجا صور في كثير من الكتاب يعني انت اتقبلت مكتب القبول اذا الجامعه ولا للجامعات الخاصه والبتاع انت جيتهم شايل قروشك دي سواء كان دولار ولا ريال ولا شيك سياحي انت ما حتطلع منه هم حيقبلوك حيقبلوك لكن كبروسيجر كاجراءات بقول لك احنا عندنا انترفيو لا انت مش تقعد مع زول على اساس انه يسوي في بينما الانترفيو ده ممكن يقول لحد تخصصك لو كانت الجامعه هي بتيجي تقدم لك مش انت تقدم للجامعه انت عادي انت ما تعمل انترفيو انترفيو على اساس انت بالمناسبه بعد ما امتحنت انا قصدي شنو انه الامتحان ده يجي مع الشهاده ذاتها يعني مع المواد اللي انا حاطها هذا صعب اللي لك الامتحان ده لكن ده ما حيكون موضوعي يعني انت بالمناسبه حتوجه التوجيه الصحيح للطالب بعد النجاح احنا اولياء امور احنا برضه من الحاجات المهم جدا نعملها انه ما نحاول نعمل شيفت للمسؤوليه بتاعتنا تحت البيت بتكمل مسؤولية المدرسة بتشيل كل الوديات المدرسة وإلا لو المدرسة كان فيها مشكلة زي ما الطالب إذا ابن ده بيشكي من الأحياء ولا ابن حاتم كان بيشكي من الهندسية المشكلة دي أسكنت في الأسرة كلها مش كده؟ صح يعني إحنا هو المفروض نشيل البيت كله ونحطه في سلة واحدة أنا متفق معاك لكن نعم. حاجة واحدة مثلا أنا كنت 99% نعم لكن مثلا الامتحان دي انا بالمناسبه انا اخذت الاجر اذا كان انا عن مقدار كليه الطب الامتحان ده بيحقق ميولي انا بدل ما افشل يعني في المستقبل الامتحان ده بالمناسبه انت تاخذ شرط اذا كان انت عايش كليه الطب مثلا لازم تجيب النسبه المعينه دي عشان تخش كليه الطب فدي ممكن تكون لان مش عشان تعزل تاني عشان الطالب زي بالمناسبة يمشي بصورة ناجحة في اللي قدامه لأنه 99 دي بالمناسبة ممكن تجيب بالمناسبة 6 أو مو يعني لأنه ما مقياس بالمناسبة الدرجات دي ل دي الأكاديميك أبيليتي دي المقدرات الأكاديمية في الامتحان اللي ما يقدر تكتسب المعرفة بصورة أكثر في ناس ما عندهم
عليه وكده ده بس يا اخوانا اخوانا المكفوفين يعني في كيس مشهور جدا جدا بتاع الاستاذ وائل عمر عابدين المحامي اللي هو كان كفيف وما جيب له فيه على فاتوره القانون واصر والاسره وقومه وقعده وبتاعه في النهايه قام جيب له والليله وائل عمر عابدين المحامي الوحيد والاول اللي حق له ممارسه مهنه المحامي في بريطانيا الناس الباقيين كلهم اللي كانوا اول الشهاده واللي كانوا ما عارف شنو البتاع والعمل شنو سوى كل الناس هو اول زول تقدموا كلهم واخوه الثاني كفيف استاذ في جامعه في اليابان فبالتالي الناس عندهم مقدره على السمع واكتساب المعلومه عبر السمع صح؟ احنا في كثير احيان بنحط الامتحان بيفتكروا قياسي الامتحان ما قياسي عشان كده في منطق في انه الناس ما يمتحنون بس في الاكاديمي يمتحنون في القدرات برضه مش كده؟ كمان في منطق كبير جدا انا من النوع الداعي كزول اكاديمي داعي انه الناس يعددوا لهم شكل الامتحان بالتالي انه يكون عندهم فرصه اكبر في انه يبرزوا مهاراتهم يوروا انه والله اخواننا احنا ممكن ما ننفع في ده لكن ننفع في ده وننفع في ده والى اخره والحياه بتنور. بسم الله الرحمن الرحيم. طرف علي إبراهيم عبد الله خريج كلية تربية جامعة السودان قسم الرياضيات. لما اختبرت الشهادة الثانوية سنة 2000 تخصصي كان الرياضيات اللي زمان بيسموها الرياضة تخصص الميكانيكا والاستاتيكا فدرست كان رغبتي الهندسة يعني إنه أدرس هندسة وما توفقت للنسبة كانت ضعيفة 78 تقريبا فحاولت أبحث للهندسة في الجامعات الولائية أي فاستشرت عندي ود عمي هنا موجود في الدوحة كان مقيم يعني الوقت ده اتصلت عليه وقلت له يا أخي أنا نسبتي ضعيفة يعني ورغبتي أدرس هندسة يعني فقال لي خلاص حولني لمهندس من زملائه محاضر في جامعة كوستي اتصلت عليه وكلمته وقلت له يا أخي ما رغبتي أدرس هندسة قال لي والله ما أنصحك بالهندسات الولائية نحن خريجين قال لي أنا محاضر في الجامعة وفي نفس الوقت شغال في مصنع سكر كنان هناك فالخريجين الجامعين قال لي أنا بدرس في الجامعة فصراحة بيجوا ما مؤهلين كان صعب يعني يا أدرس هندسة يا كلية التربية فناس البيت قالوا يا أخي ممكن تدرس مجالات تانية يعني ممكن اقتصاد مثلا دراسة إسلامية أخذوك فالرغبة كانت هندسة صراحة يا لا خيار إنه أمشي في مجال التربية دخلت تربية في التقديم الثاني يعني التقديم الأول زمان كان في تقديمين التقديم الأول ضاع علي ما أدري موجود فضاع التقديم الأول ودخلت في الفرصة الثانية فالفرصة الثانية لازم نسبتك تكون عالية عشان تدخل هي برضو مرتبطة بالفرصة مش نسبتك عالية لأن الناس اللي بيكون قدموا الأوائل دين فضلت في فرص مثلا في كلية كان لا 50 نفر في مقعدين فضلوا صحيح أيوة التقديم الثاني أنت بتنافس المقعدين دين فنسبتك لو عالية فعلا بيت ايوه صحيح تدخل فدخلت الكليه نوعا ما الواحد كان راضي لانه يا هندسه خلاص يا تربيه درست التربيه تربيه رياضيات جامعه السودان تخرجت منها فما كان صراحه رغبتي الشديده يعني انه ادرس هندسه مشيت قدمت دبلوم هندسه جامعه السودان اخذوني قالوا لي في ثلاثة مقاعد في كهرباء وميكانيكا وهندسة بلاستيك تقريبا هي زراعية فقالوا لي انت نسبتك عالية 78 لأنه كانوا يدخلوا لها الستينات الدبلوم تدفع عليه قروش أظن تقريبا 3 مليون فأخذوني كهرباء درستها شهرين ما عارف أصابني شنو الميم تركت الجامعة ومشيت حولت لي مشيت حولت لي كلية الدراسات العليا كنت أدرس دراسات عليا برضو بديت فيها في مجال الرياضيات في ما في مجال الرياضيات قالوا لي مجال الرياضيات الان ما فتحنا في جامعه السودان نفسها لي حاليا في احصاء عندي قدامي هنا شغال في الاحصاء اتصلت عليه وقال لي يا اخي انا افضل تمشي في مجالك يعني في مجال الرياضيات انت بس اولاد عمامك بس جاري تعمل اولاد عمامك
والله هي قاعدين هنا انت وانا منشين كنت على هنا والله ما زالت منشين حتى الغربه ما هو زمان يعني اقترب لكن صراحه الواحد لما مشى لسوق العمل وشاف التربيه برا هناك التربيه دي مو استاذ هي استاذ رياضيات جميل لما كانت رغبه هي زادت الرياضيات بالنسبه لي جميل كانت رغبه شديده انه انا ادرس الرياضيات وكانت تحدي زمان لانه لما درست في الثانوي اغلبيه الطلاب حتى اصدقائي كانوا بيكرهوا الرياضيات كراهيه ما عاديه اصلا ماده ما فاهمه الاغلبيه مشوا في المجال العلمي قسم الاحياء الحمد لله انا توفقت فيها الرياضيات حتى اختبرت في الشهاده الثانويه كانت اعلى درجات في التخصص في الرياضيات اوليه عملت فيها 98 والله في الاوليه ما شاء الله ايوه في التخصص عملت 81 ف المهم بعديها بعد ما تخرجت من الجامعه اشتغلت الخدمة في المنطقة اللي ساكن فيها أنا سيما ديوان المشايخة جمس النار هناك اشتغلت فيها الخدمة وصراحة لقيت الناس مستواهم تعبان جدا في الرياضيات فحاولت أعمل كورسات بالمجان عشان أشجع الناس في المنطقة مشيت لي كنت شغال في مدرسة البنات كلمت المديرة وقلت يعني عشان أنا أقدر أعطي فرصة للجميع بنات وأولاد كلمتهم مدير المدرسة هناك الثانية برضو فعملت لهم كورسات بالمجان حتى الحياة البسيطة كنا ندفع يعني من جيبنا فعلى أساس إنه الواحد حتى الأساس المدير المدرسة هاي تقريبا أكثر من 600 طالب فبعديها صراحة الواحد فكر إنه يجي دولة قطر يجي دولة قطر هنا أيوة. آه يعني ويشتغل في مجاله يعني جيت هنا لقيت المدارس بتدرس باللغة الإنجليزية ونحن هناك قرينا التخصص بالعربي طبعا أغلبية الجامعات فكانوا عايزين إنك تلغين دخلنا هنا عدد من المقابلات الشخصية فدار انك تلقين اللغة الانجليزية تلقين ما بيهتموا في المادة تبعك الواحد بيختبر نظري اوكي بيجيب درجة عالية يعني 98 بعد ذاك انا قلت لازم يعني اشوف لي طريقة انه الواحد يتعلم اللغة الانجليزية بأي طريقة فكان في استاذ اسمه تيسير عبد الله ما شاء الله برضو حسب السودانيين موجودين هنا في دولة قطر الأغلبية إنه لغتهم تعبانة فكان المركز ذا موجود في الدفن هناك مركز صحفي فبدأ يعمل محاضرات من عنده ويجي يحفز الناس أستاذ تيسير عبد الله جميل فأستاذ تيسير ربنا يديه الصحة العافية والله ساعد الناس يعني وكان بيعمل لنا محاضرة كل يوم جمعة من الساعة تقريبا 3 للساعة 8 نكون جالسين يكسر المحاضرة عشان ما يكون في نوع من المل فساعد ناس كثيرين وحتى لو يكون مثلا يكون عندك مقابلة شخصية ممكن يجي يهيئك للحاجة دي جميل فبعديها يا ربنا ما يجعل القسمة في المدارس مشيت اشتغلت في القوات المسلحة طبعا بعيدا عن التخصص لكن قلت لازم انا استمر في تخصصي ده حتى ولو جزء بدأت أشتغل دروس خصوصية داخل المنازل يعني لشان ما أنسى المادة اللي درستها تحب الرياضيات أطور نفسي والله بحب الرياضيات والله ما تعلق قلبه بسورية لنارها نعم يعني ممكن أصلا الزول لو هو شغوف يعني في باشنة نف بالتخصص بتاعه بيتصل في لحظة ما صحيح في لحظة ما أينشتاين ألبرت أينشتاين كان شغال وين تذكرين كان شغال مكتب البريد ما في أي حاجة عندها علاقة بالفيزيكس ولا يعني ما في كلو أصلاً إنه الزول الشغال ده تخيل تمشي هو مكتب البريد بتاع قطر وهناك يستلموا لكم طرد ولا حاجة ويكون الزول اللي بيستلموا منه الطرد ده هو اللي حيجيب لنا حاجة جديدة في الفيزياء حيجيب لنا النظرية النسبية اللي يعني كل الحاجات اللي نعرفها دي كلها قايمة عليها مش كده؟
فالزول ما بالضروره انه قاعد وين هسه حاليا الاسبيريشن بتاعك الطموح بتاعك عشان تمشي وين حبك وتمسك بالمجال بتاعك الرياضيات والله مجال طبعا بيتحفل والله مجال مسلسلات الرياضيات طبعا اي صحيح الواحد يعني اذا احب الماده دي والله صراحه طيب طيب ممكن ندي لاخينا الناس الموبايل خلاص قرب هناك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اخوكم طلعت سهيل خريج هندسه كهرباء والكترونيات 2016 حاليا مهندس هنا في قطر جديد في البلد دي جيت السيمينار ده عشان اكتر من هدف واحده منها اني اعرف شنو الحياه اللي ممكن تتفتح لي بعد الجامعه بعد البكالوريوس سواء من الناحيه الاكاديميه او الناحيه المهنيه الشيء الثاني كان واحد من اهدافي اني اجي اشارك المعلومات اللي عندي لو في مجال فيها بالنسبه للزبون هنا ده رجرا هندسه الكترونيات كان وما بين هندسه برمجيات ايش كده الحاجات دي انا ملاحظ فيها انه الناس بتحاول تخصص اسماء يمكن ده بفرضيه ونظريه من عندي الناس بتحاول تخصص من حسي من فتره بدري شويه الحاجه اللي هم عايز يدرسوها في الجامعه الحاجه دي بتنفع لناس والناس تانية ما بتنفع لانه انك تحدد الحياه بتقراها في الجامعه دي بتحدد بعده برضك مسارك المهني حاجه انت بتكمل فيها حياتك كلها الحياة دي محتاجة الفكرة اللي جات قبل شوية انه الناس تاخذ زي ما تقول بريك بين الثانوي وبين الجامعة زي سنة او اكتر ما مشكلة انه لا تفكر بروية تفكر تفكير كامل انه شنو الحياة المناسبة معها ده حاجة كويسة شديد وانا جربتها معي ونفعت سواء ما كانت بالعفوية كانت اجبارية بالنسبة لي لاني لازم بعد الثانوي كنت مضطر اوقف زي سنة وسنتين وقفت وشفت الخيارات اللي قدامي كلها كنت مجبور كان من ناحية اقتصادية ومن ناحية برضو ما كانت في فرصة كويس يعني الفرصة والناحية الاقتصادية أكثر من ناحية كانت المؤثرة على الموضوع وطبعا السنة دي لو ما أخذت البريك ده ما بين السنة والجامعة تاخده غصبا عنك بعدين في الخدمة الإلزامية وفي العطلة فما تستعجل يعني العطلة جاك فأخير أنت وخذها عطلة ومعها أختار أنا والله حياتي بعد حياتي دار أقضيها كيف صحيح لأنه في ناس تلقاه الواحد قايم سداري تلقاه جاري دار يتخرج من الجامعة سريع وطبعا زي شنو زي زول ماشي على الهاوية جاري بتاع لو كرتون ديك تلقى نفسه في الهواء خلاص يعني صح ما في لأنه سوق العمل ما سهل يعني محتاج مقدرات كبيرة جدا سوق العمل حاليا بيطلب منك حاجات زمان كان الامبلوير بيعملها هسه بيطلبوا منك انت ده زمان كان المجال الوحيد اللي بيطلب منك تكون مؤهل عشان تشتغل معه كان الطيران بيطلب منك ساعات طيران محدده اسي بقى اي زول بيطلب منك انك يكون عندك خبره جبتها كيف انت ما عارف انت خريج من الجامعه بده يشيلك ياهلك مش كده صح لا بيقول لك جيب لي خبره يعني لما تشوف انت الجوب ديسكريبشن بتاع طارحينه اللي يقول لك جونيور يعني انتري ليفل جوب تستغرب في انه يا اخواننا طيب يعني انا هجيب الخبره دي من وين اذا كانت تمدتوني فرصه انه انا امارس ولا اسوي فبتلقى الناس عندهم 50 شهاده بتاع تريننج على اساس انه في النهايه يلتحقوا لهم بوظيفه العمل بقى قاسي مش كده خصوصا مع البرايفتايزيشن جدا جدا اللي هو التخصيص انه الحكومات بدات تشير الحاجات كلها تجتاح لجنوب القطاع الخاص القطاع الخاص صعب القطاع الخاص هدفه الربح والربح بصوره اجريسيف ما عنده طريقه انه يعني يديك فرصه ما بيجامل هذا ما في مجامله واحدة من النقاط اللي كنت برضو عايز اتكلم عليها انه الجامعة زي ما قال الدكتور الجامعة في النهاية واحدة من حياتي اللي انا تأكدت منها بعد قريت الجامعة الاربع سنين او الخمس سنين انه الجامعة مرحلة والسوق العمل او الشغل او الوظيفة بعد الجامعة مرحلة تانية الحياة بقول مثل بقول حسر الطلبة اللي عايز يخشوا الجامعات اللي بتقراها في الجامعة ما حتشتغل فيها بالنسبه لي كمهندس الحاجه اللي انا صادفتها والحواليني كلهم صادفوها الحاجه اللي قروها ما استخدموها في الشغل بتاعتهم ولا يمكن اكثر من 10% القرايه دي كلها الاربع سنين الخمس سنين ما حتستخدمها في شغلك البتة الحاجه اللي بتستفيد منها من الجامعه احد الحاجات المطلوبه منك انك تتخرج منها من الجامعه مهارات هنا السكيلز الكوميونيكيشن سكيلز الليدرشيب سكيلز مهارات اللي انت المفروض تتعلم فيها شنو مثلا نقول عليها المهارات المطلوبه في سوق العمل انت تشوف سوق العمل داير شنو او الحياه برضو انت رغبتك فيها شنو وتخش فيها تستغلها فيها بغض النظر عن انت تخصص حقك اللي انت بتقراه كان شنو مثلا زول ميكانيكي زول كهربائي
الزول اللي بيقرا اي تي، الزول اللي بيقرا ادب، الزول اللي بيقرا انجليزي، بغض النظر على الحاجات دي كلها في مهارات حتكون مشتركه بين الناس دي كلها. لو انت ما طلعت منها من الجامعه بغض النظر عن تخصصك، بغض النظر عن المستوى المفتوح لك، انت ما حتقدر تكمل فيه. احد المهارات الحس الاساسيه المطلوبه حاليا في الفتره دي في الجيل ده اللغه الانجليزيه، اكتساب اللغه الانجليزيه بصوره كبيره. انت لو عندك انجليزي حاليا الفتره دي ما عز بالغ، بس لو انت عندك لغه انجليزيه قويه وعندك شهاده ثانوي بتلقى لك وظيفه براتب محترم، بتلقى بغض النظر وين وكيف حتلقى. لو عندك لغه انجليزيه قويه، لو عندك لو زدت عليها مهارات كمبيوتر، مهارات بحث في النت، مهارات مهارات، جمع المهارات دي كلها بالذات اللي بيسموها السوفت سكيلز، حياه زي القياده والحياه الكوميونيكيشن، التواصل مع الناس، الحياه دي كلها لما تتجمع بغض النظر عن الباك جراوند حقك او الحاجه اللي انت درستها، سواء اخترتها صح او اخترتها غلط، دي اللي حتفرق معاك بنسبه اكبر، ما الحاجه اللي انت اخترتها للقرايه. فالناس ما تركز على موضوع شنو التخصص اللي انا بقراه اكثر من الحياه اللي انا شنو حتعلمه من التخصص اللي انا حقراه. انا بما بتكلم عن نفسي، انا مهندس كهرباء، رغبتي الاولى ما كانت كهرباء، انا رغبتي الاساسيه بما اني زي ما تقول بعشق الكمبيوتر كثير، فكنت ناوي اتخصص في اي حاجه لها دخل بالكمبيوتر، اي حاجه الكمبيوتر دي انا بمشي فيها بكمل فيها. قدر الله ما قدرت ادخل لاي لاسباب كثيره، لكن حاولت اشوف اقرب حاجه بالنسبه لها كانت شنو الفرصه مفتوحه لي، لقيت الكهرباء. كهرباء كانت تتقسم لقسمين، كهرباء والكترونيات وفي كهرباء اللي هو قوة او باور. الباور ده شويه تخصص شويه تقني، لكن الالكترونيات دي كانت اقرب للكمبيوتر بالنسبه لي، فده التخصص اللي اخترته وكملت فوقه. ما ركزت على التخصص كثير، لكن ركزت على المهارات اللي فيها، مهارات بالنسبه للكهرباء، بالنسبه للالكترونيات، بالنسبه لمهارات الكمبيوتر، اللغه، واو الحاجات دي كلها. وقدرت في الاربع خمس سنين قدرت اجمع اللي اقدر منه اجمعه، وحسيت انه حياتي فتحت لي سوق العمل. فده الحياه الان بنصح فيه الناس ان يركزوا على المهارات اكثر من التخصص كتخصص. ده اللي اضافه لزياده. طيب دقائق بس يا اخوانا، لانه كان بتاع ده هيقطع، فضياده لازم يكون موجود في التيم. ضياده اخر زيت عرفته بس كبير ضياده عقد ما تعلم ما. طيب يا جماعه السلام عليكم. انا خريج بتاع علاقات دوليه، اصلا قريت كمبيوتر وخليته ومشيت على علاقات دوليه، دي ماجستير دراسات دبلوماسيه، شغال هنا اعلامي لفه طويله. ضياء الدين احمد داير يعني اقول نصيحه. اول حاجه يا جماعه، الناس دي اللي اذا مخططين اولادهم يمشوا يقروا في السودان حيكون الخريج ضعيف جدا، فانا بنصحكم، انا خريج خارج السودان واعتقد انا ورده برضه خارج السودان، فالاولاد يا والله اذا كواليتي اذا الطالب كواليتي بتاعته كويسه، الجامعه الانستتيوشن بتاعتها ما كويسه، الجامعه البيئه بتاعتها ما كويسه، المواصلات بتنسيك المحاضرات، الحاجات كثيره، المجتمع الجامعي كله منتهي. الحاجه دي واقع وانا شفتها. والله يا انور، عدد الخريجين السودانيين في المنافسه، المنافسة بتاعت الخريج السوداني معاي أنا ده في مجالي، في عدد من أنا هسه بدرس إنجليزي، هسه أنا عامل لي بوست في الفيس قاعد أدرس ناس إنجليزي، ناس يعني بيجوني في البيت وبدرسهم إنجليزي. الخريج السوداني تعبان جدا. دي حاجة يعني أنت ممكن في مجالك طيب، ما مجال كبير من الخريجين السودانيين الغالبية طيب الغالبية فيما يختص بأي حاجة. في أنا درست كنت ساكن في الداخليه بتاع الطب، وقعدت مع شبابنا بتاعين الصيدله في الغربه، بتحلق انك تكون لصيق جدا بالطالب. الان الغاده بتاعين المجالات الطبيه والهندسيه والسودان معظم الناس المبرزين وشغالين وظائف ثابته وكويسين في مجالهم، ولو طلعوا برا بيشتغلوا هم خريجين الخارج. اللي عندكم انتم ولد او بنت دايره، انا حديكم تجربتي بتاعت الخارج، الدائر يوديه السودان يحاول يفكر انه هل ممكن يوديه بلد ثاني، شرق اسيا، باكستان والهند وماليزيا، دي بلدان التكلفه بتاع التعليم فيها اقل من السودان. الدائر يقرا، التكلفه بتاع التعليم فيها اقل من السودان، العلم فيها متقدم، بلدان دي نوويه كلها والعلم فيها متقدم، والبلدان دي بيدرس الاستاذ اللي بيدرسك ده ممكن يكون استاذ محاضر في امريكا. فالبيئه الجامعيه برا افضل مليون مره من البيئه الجامعيه. انتوا ناس عندكم اولادكم لسه جايين تشوفوا لهم مكان للافضل، جايين الولد مش عشان يرجع السودان
يرتبط باهله ولا كده. الثقافه دي مكتسبه وممكن يكون عنده ارتباط بالسودان من عيد طريق الفيسبوك. حوريك حاجه مهمه جدا جدا لسه احنا ما اتطرقنا لها، هي انه ليه ممكن تكون قرايه السودان افضل بالنسبه للبنت والولد. ما في مشكله، ده انا بعدين بجيك فيها. انا درسنا في درسوا معنا بنات من الدوحه هنا ودرسوا معنا اولاد. البنات برا الغربه بتديك اشياء في السودان انت ممكن في البيت انت ما تقدر تعرفه، طبيخ واكل ومسؤوليه وايجار. الشخصيه بتاعت الطالب اللي درس برا اللي بتولى مسؤوليه بتاعت البيت بتاعه بتاعت ملابسه بتاعت هدومه بتاعت يدبر مصاريف الشهر لحد ما توصل نهايه الشهر، دي جامعه برا. لما تيجي توصله كمان لانه يقرا ويخش في تحدي بتاع انه اهله بيرسلوا له القروش لازم يتخرج في وقته ولازم يعمل ماجستير، وبيحتك بطالب من قايم من الاساس مثلا في الهند او في باكستان او في ماليزيا، قايم في بيئه علميه جدا لانه بيخش هناك عندهم ديل اهلهم ناس نبغاء وهم اصلا مدينهم حريه الاختيار، فبخشوا اهلهم بخشوا ولا اولاد ذاتهم بخشوا هم بقناعاتهم، فبخش انت بتكون بتنافس مع زول في السودان لو رجع ممكن يكون بعد الشهاده بيجد اول شهاده ب 100 مرتبه. فالطالب في اي مجال برا افضل انه يقرا برا، وراجعوا يعني اي زول قريبكم قرا برا وشوفوا قريبكم القرا في السودان. اي مجال خارج السودان بالذات في شرق من ناحيه بتاعت كوست قروش رخيص، من ناحيه بتاعت مصاريف، من ناحيه بتاعت امان، من ناحيه بتاعت فرص عمل في المستقبل. يعني احنا اشتغلنا، انا اشتغلت في 5 دول. اللي بيشغلك في تجاربك اللي انت اكتسبتها في الغربه دي اللي بتشغلك. الامان ده بالنسبه للبنات بالذات يعني انا باكد لك انه انا قروا معانا بنات يعني من كل من الخليج من السودان من مناطق جو واحدين، يعني جونا بنات مساكين من حتات حتى ظروف اهلهم كانوا بيتقطعوا عشان يرسلون ال $100 دي. انا عندي بنت خالتي ابوها بنا واضطرينا حسنا نوديها لانه بنتي شاطره جدا وجابت 83 ما بتخش طب في السودان، فمشت قرت في باكستان. البنت دي ساعات جات ما بتعرف اسم سبحان الله، قعدت 6 شهور امتحانات جابت اكبر درجه في السات. السات ده هو المؤسس يعني زي لما تيجي تقرا طب في اجباري في باكستان حاجه اسمها السات. السات ده هو الامتحان بتاع بيجلسوا الامريكان، الطالب الامريكي الداير يخش طب بيقروا السات ده. فالبنت دي جابت في السات في ظرف بتاع 6 شهور اتعلمت الانجليزي وتعلمت ومعاها جايين ناس من الخليج وجايين ناس من الامارات. كان عمره زي 16 سنه. خشيت هسه ما شاء الله البنت في سنه رابعه، فرصها في السودان زيرو لانه ابوها لا حيقدر يدفع لها وهي ما جابت المجموعه وما حتقدر تعيد ثاني، كان مصيرها كان حتتزوج. هسه الان ما شاء الله بقت في رابعه وماشيه عليه. حتتزوج اذا 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 هو عمره 16 سنه حتتزوج. ايوه اذا عمره 16 سنه والله مشكله بالنسبه لي 17 سنه. فانتوا اولادكم ثاني حاجه سوق العمل ده متحرك زي ما قال لكم انور قبيل، كان ممكن الاي تي تكون في وقت من الاوقات كانت ما في السجاد، فما ترتبطوا بالسوق. نظريه السوق دي نظريه كعبه جدا، السوق ده متحرك واي زول بيصنع سوقه براو. اذا الطالب جاء قال لكم انا داير ضروري اقرا طب ما تخلوه يقول لي انت قال لكم انت انا البيت شايف حوجتهم الماديه عشان كده اقرا طب، قول له يا اخي انت ما تقرا حوجتنا الماديه، انت اقرا ليك انت بعد ذاك اللي بتنجزه ده انت برز فيه بعد ذاك ان شاء الله انت بتفيد البيت وتفيد يعني مجتمعك ممكن تطلع للبلد. والقرارات اللي احنا هسه ممكن نتكلم فيها انه والله يعني احنا عاوزين او نتكلم مع دكتور انور ده في النهايه هو جهه غير حكوميه مهما كان طرح له من اراء دي طبعا اراء بحثيه فيما تنفيذها احتمال يكون في المستقبل، كان انور ده بقى رئيس غايته في 2020 تبقى في المستقبل. دي اراء مستقبليه في يدكم الان انه ولدكم ده يقرا في الجامعات في السودان دي ولا يقرا برا. التخصص ده خلوا لي ولدكم يقرا في السودان ولا يقرا برا، لانه لو قرا في السودان انا بضمن لك انه حيكون عنده شهاده، ما في السودان ما الا من ابى، ما في زول ما بينجح. حيمشي ولا هو التخرجات اللي بيشوفها في شارع النيل دي. لكن ما في زول وحيشيل شهادات اللي حيطبقوها، منافسه هنا في كان جا قطر دي هنا ده والله الا يمشي يخش الجيش، لكن ما في منافسه ثانيه. انه يخش يقول داير بس زول قاري يحصى، يقول داير يمشي ينافس ليه وزول قاري في الهند يحصى ما حيقدر. ما الحاجه دي صعبه شديد. الا يكون الانسان ده وفي بعد ذاك بتجي الشواذ دي للناس والله انا خريج انا والله الحاجه دي بحاول اوصلها لاي زول شايفها امانه. انت خريج اعلام خريج من برا عندك بايس واضح تجاه الحاجات دي، ما في مشكله. هل في احصائيه يا دكتور؟ هل في احصائيه
تضرب. بس التوجيه كل والله شوف يا اخوان طبعا الارقام قال شنو في قاعده مهمه جدا جدا عندنا في البحث العلمي واعتقد انه نقول لكم بتكون مقتنعين بها. قال انه every generalization is wrong including this one. حتى الجنراليزيشن بتاع انه كل الجنراليزيشن رونج وبرضه رونج يعني فما بنقدر نعمم. التجربه بتاعتي انا انور مختلفه تماما عن التجربه بتاعت عمران. عمران اتخرج من الخرطوم، عمران ده لكن امتحن من القضارف صح؟ انا اتخرجت من الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا لكن امتحنت من بور السودان صح مش كده؟ وحافظ انت امتحنت من وين؟ امتحنت من الشماليه فكل واحد فينا تجربه بتاعته مختلفه. الحاجه اللي بنقولها نحن كناس مهتمين بالتعليم العالي والبحث العلمي انه الشخص السوداني العود العظم بتاعه كويس وعنده رغبه انه يتعلم ما المؤسسات بتاع التعليم العالي بتاعتنا الكويسه عشان ما نديها كريدت ساي. الناس الطلاب بتوعنا لو وديتهم اي حته بنفسه الزول اللي قلتها دي يا ضياء بنت خالتك دي ممكن تنجح في اي حته توديها لانها عندها رغبه في انها تنجح مش لانه باكستان نجحتها. في ناس فشلت في باكستان وفي ناس فشلت في امريكا وفي ناس فشلت في انجلترا وفي كل الحتات. انا عندي خالي انا اخومي تخرج في ادنبرا في الثمانينات خرج كمبيوتر ليه ما عنده اي علاقه بالكمبيوتر. شوف الثمانينات خالي محمد تخرج كمبيوتر ومن ادنبرا الليله ما عنده علاقه بالكمبيوتر. فبالتالي انت ما بتقدر تحدد بين والله وين كويس وين كعب. ثاني حاجه اخواننا الجنراليزيشن التعميم ما كويس. احنا عندنا اخواتنا واخواننا وابنائنا واولاد خالاتنا واولاد عمامنا كل زول فيكم عنده عقاب في السودان صح؟ ونقدر نقول انه ما في امان في السودان لدرجه انه والله اولادنا انا بنتي انا بس ولا ولدي. طيب بنت خالتك كيف القاعده في السودان دي؟ هل انت اصلا يعني راضي انه والله يكون ما في امان ولا بتاع؟ فالتعميم مشكله. التعميم الجامعات بتاعتنا يا اخواننا في السودان بتدي فرصه لحته مهمه يا ضياء دار اقول انا الحته دي الحته بتاعت رابطه الخريجين الدفعه. الكلام ده بيأثر بعدين في سوق العمل وبيأثر في العلاقات الاجتماعية. الزول حيزوج من وين؟ بيزوج من دفعته والدفعة الوراء والدفعة الوراء والدفعة الوراء ولا بتاع. والبنات كذلك. أنا درست في الماجستير في كليات وجامعات مختلفة في السودان ومرة بتونس مع واحدة من طالباتي قلت لها يا أخي أنت يعني ما شكلك محتاج أنك تقري ماجستير يعني. قالت لي نعم يا دكتور أنا جاي أشوف لي عريس. دي حته من الحتات اللي بيتلاقوا فيها الناس مش كده؟ يعني احنا في الخليج الناس ما عايشين اوت اوف دير ناتشورال هابيتايت. الناس ما قاعدين في بيئات الطبيعيه صح؟ يعني البنات والاولاد ما بيتلاقوا في سوق العمل ما بيطلعوا مع بعض ما بينزلوا مع بعض زي ما موجود عندنا في الجامعات وسوق العمل في السودان. والمناسبات بتاعتنا اللي على الراس والبكيات والى اخره والاسر الممتده في مناسبات كثيره